سعدت بتعارفنا صغيري الشقي، لكن الوداع. تعارف صغير؟ تتحدث كأن هاي فار عملاق وراءك. أين؟ أنا جائع. أنا قد لا تكون اللحظة مناسبة، لكنني من عشاق رواياتك خاصة. انسي الإعجاب جوين، الدنيا خراب. الكتاب، عليك بالكتاب. فعلا هذا وقت بيع كتب الآن؟ لا بن، تقول الكتابة بعدين، بعد أن يشبع مني. أنا لا أقهر يا صغيرة. فاشل، أنا أوان تنزيل الستار. والآن حان وقت فراقنا. بعد الانتهاء منك يا حشرة سأستخدم قوى غريموار. بصراحة وعن خبرة، مسألة احتلال العالم صعبة، لا أحد يحب الثعابين. مماطلة. أنا؟ نعم. معقول؟ نعم. انكشفت. ماذا؟ أظنك تقصد من؟ لا ماذا؟ الإعراب مهم هنا. عموماً دايموند هيد، قدراتك على التحول لا تقارن بسحري. تمزح. أنا من زمان لم أقضي يومي مع الكتب. لن تقدر علي، لست إلا كريستالة سأسحقها. تسحق من؟ بن، وجدت الكتاب؟ الرحمة هي المؤلفة، تحبين القصة لكنني في معركة. الكتاب مصدر قوته يا لوح. أنا زجاجي لا لوحي. آن الأوان يا صغار. لحظة، أظن أن الكتاب هو مصدر قوته. والآن نهاية الحكاية. حكاية أم قصيدة؟ باه، الجريموار، إنه لي. آسف، للكتاب أصحاب، وأزيدك بيتاً. القراءة ضرورية. ليسبوس أوين فيكتو أناميسوس. الفصل الثاني قريباً. للكلمات قوة هائلة. أوه، ذكرتني، أريد كتاب بنات غريموار. طيب، ممكن توقيع هنا لصديق؟ أجل، ما اسمه؟ بن، بلا إحراج. والآن ستطرد من هنا. أوه لا، ليس الآن. آسف، 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 علي الوصول إلى الشرير. بقدر ما أستمتع بالدويتو معك، لدي موعد ألتزم به. كانت عروضي فردية. لو خفضت الموسيقى لنسمعك. طورت مركبتي منذ آخر مرة. توقف عن هذا، وإلا تسببت بانهيار ثلجي هائل. لهذا السبب أنا أعزف هنا. انتهى شحن بن، ومنصة ديسيبل تطير. هذا سيء، ما الذي سنفعله من هنا؟ آمل ألا يغضب بن كثيراً. لا فرصة لديك كحشرة، ومن الأسهل هزيمتك كصبي. فعلاً؟ هذا أفضل ما لدي، لأن أنغامي ستستمر. بخمسة. طيب يا ديسيبل، جعلتني أستشيط غضباً، سنسخن الأمور. أولا، ليس هيت بلاست، غير مناسباً للمكان، عليه استخدام فضائي آخر، لكن كيف أخبره؟ أو نعم، الصدى. بلطف. أوفرفلو.
جوين؟ هيا يا بن، ثق بي، سأثق بها هذه المرة. لورد الدسبول، لدي بعض الموجات أريدك أن تجربها. أتتجرأ وتتحداني؟ سينتهي أمرك. اسمعوا أيها المتجمدون، عرضي سينتهي، وهذا يعني أن وقتكم انتهى. سأعطيكم عينة لما سيحدث إن لم تنفذوا مطالبي. أوه، مشكلة أكبر. الثلج انهار. هيا يا جوين. إلى أين؟ إلى الأسفل، سيتسارع الانهيار. أجل موسيقاك القديمة جوين. جدي، عليك أن تخلق على نفسك كما أنني لن أدعك تنقذهما. فلم أصل إلى القمة. جدي انتبه. ماذا يفعل؟ المنحدرات ستفي بالغرق. أنت مزعج يا بالون الماء، لكنني وعدت بتدمير المكان. أنا لا أخيب ظن جمهوري. لا، استهلكت طاقة لصنع الجدار. لحظة، ليس جدارا بل طريقا. هذا ما فكرت فيه جوان. أو لا! هذه نغمة النهاية. بن، شكراً على ثقتك بي. أحياناً تكونين محقة، لكن لا تعتادي ذلك. كلامك صحيح وصادق. أمستعد للعزف مجدداً؟ فعلاً. يبدو أن للأرنوب فائدة. أيعرف أحدكم مدرسة للتزلج؟ قتلت وانتصرت، فعلت هزيمة الصغيرة. القطة القطوطة فازت ومبسوطة. هذه حقيقة القطة. ماذا؟ دعني أخبرك بشيء يا صغير. أنا لن أغرق في شبر ماء. أتظن أنك ستهزم راث؟ النجوم أقرب إليك. جوين، كنت رائعة. شكراً، لكن سمعت ضجيجاً وأنا هل هذا بن؟ نعم، فضائي جديد. بن، ماذا تفعل؟ أنا لا أعرف بالضبط، لكن لابد أن أنتصر على الماء. ماذا يحدث لي؟ حققت بعض الإنجازات. تعال لتحمل الكأس لي. سمعت صراخاً أثناء السباق. لا أعرف، هذا الفضائي الجديد كان غاضباً جداً على كل شيء. أنا لم أكن أنا. هذا بسببي. لا تقلقوا، سلاب باك في الطريق. وكيف سيحل المشكلة؟ بسهولة، أياد كثيرة مفيدة. كل ما علي أن أقذف مشتقاتي لأعلى. نعم، لكن وزن سلاب باك معهم سيسقط العمود. ما رأيك في شكرك؟ سيجعل لهم منحدراً يهبطون عليه. لكن الكهرباء ستصعقهم فوراً. طيب، وما رأيك في... لا وقت لاقتراحات جديدة، علينا إنقاذهم. أنقذونا بسرعة. فهمت، مشاكل القطط لا يحلها إلا القطط. لا أعرف إن كان المهووس راث يمكنه أن يساعد. لابد أن تسيطر عليه. عليك أن تنقذ القطة داخلك. نعم نعم. أفسح الطريق وصل راث. أتمنى أن يعيش في دور القط. هل يشتري الناس هذه الملابس؟ نعم، والآن أسرع. حالا سيبدأ الإنقاذ. قط يتسلق الشجرة. راث ليس رجل مطافئ، لكنه مزود بفأس ذكي. حالا سينزل الجميع.
لا، لا تحل العقدة بالمنشار. أيقظ القطة بداخلك، أتذكر؟ نعم. قط داخلي. أسرع، ساعدنا أيها التايجر. اسمي راف. أنا أفقد توازني، لا أريد السقوط على قدمي. أمسكتك، بطل صراخ. لماذا يعود به؟ صياحكم يزيدكم ثقلاً. أنقذتك يا أيتها القطة. فليستعد الجميع للرجوع. وكيف ستتسلق العمود لتعود بنا؟ ومن قال إنني سأتسلق؟ سأقع على ظهري. ستخرم أذني. لقد نجح القط في المهمة، والآن من سيأخذ صورة مع راث المنقذ؟ السبع تحول إلى قطة. هيا بنا نذهب، القط الذي بداخلك كان رشيقا. بداية كنت تسخر منا، والآن أنت البطل. رغم أن ملابسك لا توحي أبدا أن بداخلها بطلا، سنبلغك بالقرار. أعلنت نتيجة المسابقة، أنت الفائزة بمسابقة القط الرشيق. يس. هي، وماذا عني؟ أنا من أنقذهم جميعاً. حسناً، تفضل، سأتبرع لك بغطاء شعري. كات هات. رائعة عليك حقاً، لكنها تلعب. انظري، الفأر عاد. انزل انزل انزل. لا يمكن أبداً أن يحل القط مشاكل الفأر. مياو. أنت تسد طريقي. سايمون. يا لها من مصيبة، ولم تشحن الساعة بعد. سيستغرق الأمر وقتاً، لا يمكننا التحرك ولا يلعب أحد معي. وجدت ما سيسرع الأمور. اللعب؟ معهم حق، الأطفال متعبون. ابتعدوا. وأخيرا. سايمون، عليك التوقف حالاً. لا تملي علي ما أفعله. سايمون، لا تجبرني على تأديبك. لم تعد صحبتك ممتعة. أوتش. يكفي يا سايمون، اهدأ حالاً. فلتهدأ أنت. الأمور صعبة، علي تغيير استراتيجيتي هنا. هيا جميعاً ابتعدوا عن هنا. سايمون، هذه لكمات وكأنها زغزغة. فعلاً، ما رأيك بهذه الزغزغة أيها المغرور؟ هل كانت تلك دغدغة؟ يوهو، هنا يا سايمون، هذا أفضل ما لديك. ظننت البذلة جعلتك قويا. توقف عن مضايقتي. سايمون، غدرت بي، أنت شرير لئيم. يا سايمون، ماذا؟ أتريد لعب الشطرنج؟ سومو سلامرز؟ يمكنني حملها؟ واو، رائع! كيف تلعبها؟ ربما لست أفضل من يمكن سؤاله. نم بعمق يا صديقي. كدت أنسى. الصغير نائم، علي أن أحافظ على هدوئي. أنا آسف.
نجحت خطة الزحام المروري. يبدو أن لدي هدفاً جديداً. نعم يا فوريفر نايت. أنهو الزحام المروري. حاضر سيدي. هيا انظر إلي أرجوك. حلفك الحظ. منذ متى وأنت جالس هنا؟ بما يكفي لي كش ملك. لقد فزت. أوه أهلا جوان. راين لا. هي التكنولوجيا ستنقذنا. والآن يمكننا أن نستكمل الجولة. ماذا؟ ارحمينا من أفكارك، أخرجانا من هنا. أنقذناك منذ دقيقة. تريدين ورطة أخرى؟ أقف. شيء ما يبطئنا. أوه لا. لا تخافا، حان وقتي لإنقاذ الصغار. سأهزم الضبابية بطريقتي. جد حسبها غلط. بن، جوين، هيا قوما بإنقاذ الكوبتر. أوه هذا الشيء ينجذب إلى الطاقة. والشحن لم يكتمل، يتجه نحو المحرك. علينا أن نستخدم الضوء ليتبخر كالمرة السابقة. سأسلط عليه الإضاءة العالية. جد ما زال يفكر. تعالي وفكر معي، لن تكفي سوى أشعة الشمس ليتبخر. ربما يفاجئنا حينها بارتداء نظارة شمسية فنتبخر. لا نظارة تكفي عينيه. أوكي الشحن اكتمل، ما الذي لدينا هنا؟ لنرى كيف سيتحمل عرض البرق. أتمنى أن تنجح، لن أحتمل لو فقدنا الكوبتر. أخيراً تحررنا من الضباب. ضربة ساحقة. فلنبتعد من هنا بسرعة. العاصفة تزداد خطورة. اذهبوا إليها. عاد أكثر غضباً. المحرك. الخطة التالية. تريد الطاقة؟ سأمنحك شحنة. لا فائدة. الكوبتر لقد أصيبت. بن ماذا تفعل؟ المحركات تتعطل. بن أوشكت على تدميرنا. بن هيا معي أيها الطقس. ضربة برق أخرى بسرعة. بن هل نجح؟ الضباب لم يستطع هزيمته. ولا إذا الكوبتر. طبعاً معك حق. أوه ما زلت حياً. لم أتوقع أبداً لكني سأحب طقس اسكتلندا الثلجي. حسناً أنت على حق، المنظر رائع. حسناً يا بن، كيف عرفت أن الخطة ستنجح؟ كنت أعرف أنه ينجذب للطاقة وهذا ما لا يتحمله. كنت تعرف نظرية التحكم بالطاقة؟ تنقسم الجزيئات إلى ذرات. أعرفها طبعاً، العلم. والآن هيا بنا لنلعب في سجورتور. أعتقد أنها تنطق سجورتوا يا بن. لا تنطق سجور. سجور. كرر الأر. أر. سكور. كفى المنظر. بن محق، كأنه محرك عملاق يدور حول نفسه بلا توقف. توقف أرجوك. نرى الأشياء من خلال محركاتنا. أعطار. إنذار. لا خلل. أنا سونيكوين. أنا في البقاء في مكانك. موعدنا مع الإحساس بالحماس. احذر على مهلك. لا للبطء. كيفن؟ هاي إلى أين تذهب؟ إلى أي مكان؟
واو أسرع أريد أنا أي يا يا راسي يلا يا بن ساعدني بن لا أصدق ما أفعل تعيسان زين ها شمالك لن أسمعك لا اسمعني ولو مرة وإلا ستسحق أتريد أن تسحق؟ لا أبداً اسمع كلامي يسار واو. يمين الآن يسار إلى الأمام يمين ساعدني على القفز ما أخبار الرجيم؟ أطلق هيا تقدم لا لن يحدث أي خدمة؟ هي انتظر لحظة لما تساعدنا الآن؟ لقد قلت 100 مرة لم آتي للصراع بل للكلام أي كلام؟ كنت تنوي الشر حتى صرخت جوان أنا في خطر في خطر أسرع أسرع جليتش أي مساعدة لو أمكن مكانك يا بنت خذ لي صورة على الطريق صورة طبيعية بليز طيب وسلامة الركاب يلا يا جوان لن أسمح لك يا جليتش سأترك لك أنت لاتجاهاتي ومسارتي هاي واف جليتش لقد فاض الكيل سنصاب بأذى اهدأ المستشفيات في كل مكان فرامل فين الفرامل بس لو ممكن تمام أنا الآن أوان السيطرة أخيراً لحقنا بها قدراتي في السيارة قلبي يقول كما أدخلتها أكيد يمكن شفتها فلتدع هذا لي طيب والآن سأستعيد منها قدراتي بوتليك لا توقف توقف أنا حرة! جليتش! كله تمام! قلت لك من قبل لن تجبرني على شيء لتغيير رأيي أشك في الموضوع جوان؟ لكن كيف؟ أرجوك اتركها لا علاقة لها بالحكاية يقولون إنها تفضل الخدع ما رأيك بلعبة مسلية تجعلها تختفي؟ جوان! أنت تمام؟ تمام، مجرد سقوط بسيط لبس الخوذة يعني السلامة هي، هذا غريب شكراً لك أعتقد قلت إنك جئت للكلام الأمر غير مهم فقط انسى الموضوع إذن رغم أن كل المشاكل كانت بسببك أنت إلا أني سعيدة أنك ساعدت بين المسكين أنا المسكين؟ شبيه تنزيل للبيت أقل واجب لا شكراً المشي رياضة ها مشكلتك النسيان متردد متوتر دعني أذكرك لا أنت سوف تندم سيدي فحلنا آخر أو في وقت آخر صحيح أكيد وقت آخر انتظروا خطاب مهم عن الناي ماذا خطوبة؟ يمكن أن يتغير كل شيء جوان ليس هذا وقت القراءة لكن بان بل وقت الأفعال ليسمع الجميع الأمور ليست في صالحنا لكن عندي خطة ولا أظن أن أمامنا غيرها سأقودكم كقطيع من الثيران وسنواجه هيكس بكل كبرياء وسنثبت له أن محصول الذرة هذا العام هو محصول النبلاء فقط كلامك كبير جداً لكن أين الخطة؟ الخطة هي عضلاتي ضيعوا عمرهم في خلافات والآن تذكروا أنهم إخوة؟ لا تبحثي عن المنطق في قرية يصحو أهلها ليتصارعوا على عرانيس الذرة لا يمكن أبداً ماذا يحدث هنا؟ لا أصدق عيني لنبدأ الهجوم فوراً اقضوا عليهم جميعاً عدوكم أمامكم هجوم الحل بسيط جداً اكسرها بنت ولا أمر عازف الناي تعال ضعفكم منبع قوتي الأساسي أنت أيها العازف الجبان ضع قدمك على الأرض قبل أن أطيح برأسك بقبضاتي اقتراح مثير لكني لن أعمل به
لعبة القط والفأر القديمة، من سيلعب دور القط؟ ومن سيكون الفأر؟ أنت لا تعرف قدرات القط. خذ بعض الطعام أيها الفأر. مهما بلغ قوة القط يظل اسمه نو نو. أما الفأر فلا يعرف إلا الجبن والفرار. نغماتي، سأضبط النغمة جيدا لتشعر بالألم. ماذا الآن؟ سيستمر في العزف. اسكبوا معا عليه ليوقف العزف. أقول لك يا عزف لا يطبخ. قلها يا أبو العريف. لا تختلفوا، خلافاتكم تجعله أقوى. فعلتها أخيرا، هزمت تينيسن. بعد التخلص منك للأبد لن يقف أمام جيشي أحد. سيكون من تجرأ على شد الرداء الخاص بزعيم العالم الجديد؟ جوين، فكيني بسرعة، سيطحنني. مؤكد هناك ما يوقفك. هاي، اسمعوني، الناي الذي تتصارعون عليه في يدي الآن. ماذا؟ ولم يسرق أحد الناي. مولي ماكجوي تزوجت جد أبو العريف، أعطاها الناي هدية كما في الخطاب. والآن عليكم جميعاً أن تستريحوا وتناموا في هدوء. توافقونني طبعاً؟ كورنفلاور، آسف جداً على كل ما قلته. يمكن أن نتشارك الناي. وأنا أعتذر وأوافق على العرض صديقي. كسبت جولة يا تينيسن، لكن الحرب بيننا لم تنتهي بعد. فلنعد لاحتفالات الذرة. سأطبخ الذرة، لن تتخيل الطعم. لا تنسى، 5 ثوان ثم تلفها اللفة 90. ها، فهمتم. يعلمون جدنا أسرار طبخ الذرة. الأروع أن يجدوا لنا شيئاً جديداً نفعله. أشعر بالملل الذروي. سأنتظر في الرست باكت. أجل! أوه، لابد أنها آلة الفضائيين. أوه، أنا مشتعل. لا، أنا النار. هيا، كيف تعملين؟ ابقى مكانك يا تينيسن، ظننت أنك أكثر قوة. تعال هنا، لن تنجو بفعلتك يا كيفن. هذه كانت آخر فقرة من أتشمين شيئاً؟ حسناً، هناك شيء يحترق يا جدي، يجب أن نخرج الناس من هنا. بالفعل، سأحضر الماء. عفواً، انتبهوا، اسمعوني جميعاً، الغابة تحترق، يجب مغادرة المكان. أوه، الغابة تحترق حين نفترق، هي أغنيتي المفضلة. حقاً؟ اسمعوا، البوجنبو هناك يريد أن يكافئكم تلك الناحية. اخرج من مخبئك يا بو جامبو، كيفن يحتاج للشهرة. ماذا حدث؟ لم أقصد إحراق الغابة، أنا شرير، فلماذا أشعر بالذنب؟ هاي، ماذا تفعل؟ الشعور بالذنب هو نقطة ضعفك، استسلم، علي اختيار كلمة بطولية. وأنت أيضاً تمتلك فضائيين، ها؟ لنرى الآن من الأقوى. ليبدأ التحدي. البو جامبو هو فرقتي؟ انتظر، لماذا أشعر أنني قلت هذا من قبل؟ سأمسكه. لن تهرب يا تينيسن. ها؟ لماذا أناديه باسمي؟ رأسي لا يفهم شيئاً. اضغط أقوى يا جدي. بن، أنت من أحرق الغابة؟ هي، اسمي كيفن، أردت فقط إمساك فرقتي وحش النسيان. كيفن؟ فرجيتي؟ انتظر لحظة، بن يظن أنه كيفن، وكيفن لطيف مثل بن. هذا يثبت أن فرجيتي ظهر وأنه حقيقي. لقد جعل كيفن وبن ينسياني من هما. رائع، إذن علي إنقاذهما الاثنين. أنا قادر. أنت تشعر بالأمان هنا؟ متى ستدرك أنك الشخص الفاشل في كل شيء؟ ماذا؟ أنا الأفضل في كل شيء. النجدة، النجدة.
سينقذك. لا أعلم لماذا. ماذا تفعلين؟ أعيد لهم الذاكرة. ماذا حدث للإمساك ببو جامبو؟ سأقضي عليك أولاً. لو استطعت خانساً. هيا بن، هيا. تذكر من أنت. قد لا أستطيع أن أكون طيباً، لكنني أفضل فتى سيء في العالم. فعلاً، وأنا أفضل بطل طيب. سأقضي عليك تنسين. سأهزمك يا كيفن. تعبت من القضاء عليك كل يوم. وأنا أيضاً. هاي بن، علي الاعتراف، دور البطل ليس سهلاً. لا أعلم، أنا أؤديه بسهولة. دور الفتى السيء أصعب بكثير. لماذا لا ننسى كل ما حدث ونستمتع بباقي المهرجان؟ عندما نشرح لأهالي البلدة سيتفهمون مشاعرنا. هي أنتم، لما تنظرون هكذا؟ أها، انصرف أيها الجرو الصغير، نحن لم نعد بحاجة إلى خدماتك. أنا وسيدني سوف نكون مقرنا العملاق. أحمق، لا تتدخل في هاي. مستحيل أن تستعيد. جوين، لقد كدت تسحق ابنة عمي. جوين، فلتصوبي علي أنا. آمل أنك تعرف ما تفعله. هيت بلاست وصل، أكثر حرارة من شمس لندن غير الموجودة. على مهلك أيها الضخم، لا تفقد أعصابك، فأنا سأتولى الأمر. أتعرف ماذا يحدث عندما تلعب بالنار؟ تؤذي نفسك. أمسكتك. أحسنت يا جدي، احتفظ بالجرس إلى أن أنتهي منه. سيدني، أطفئ تلك النار. سأستعيد جهاز الإشعاع من الطفلة المغرورة. لن يحدث ذلك، لكن لا بأس من المحاولة. هاته. على مهلك. جدي، أمسكته. أعطيني إياه الآن. أنت بحاجة إليه الآن لتكبر وتأخذه. إن كلامك حكم. هل أصاب الحشرة الصغير يده؟ ما رأيك بأن نفعل ذلك بالأخرى؟ أفسدت تسريحة شعري. الضربة الأولى، الثانية، الثالثة، انتهى دورك. ضربة موفقة، سأستعيد الجرس من جدي الآن. الآن توقف، توقف وناول الجهاز. ربما لو أنك طلبته بلطف. ها. هذا ممتع جدا، سنكمل اليوم هكذا. ستندمان على هذا. الطقس يزداد حرارة هنا. ربما السبب هو ساقي العملاقة يا جدي. ناولني الجرس إن كان معك. بالطبع، أمسك يا بن. حسنا يا صديقي الصغير، لتكبر مجددا. جوين، مساعدة صغيرة. لحظة. حسناً، إطلاق. إصابة رائعة يا شارلوك. هذا العادي يا عزيزي واتسون. هاته. لا، ليس مضحكاً. أعيديني إلى حجمي. ما الذي تفعلينه؟ أعيدك إلى حجمك. لا 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 لا، لحظة لحظة لحظة، سنستريح منك. أحسنت يا جوين. بن، وراءك. واو، أجراس رأسه تدق. سيدني، هيا، عليك استعادة الجهاز ما دمت عملاقا. هل تسمعني؟ هاي، أنا هنا. ما مشكلتك؟ ألا تسمعني؟ الوحوش لا تعيش في نهر التايم. مجددا، شارلوك جوين ومهارات التصويب. حسنا يا أهل لندن، عاد جرسكم. شكراً.
شكرا. كان هذا رائعا. احسنتم يا فريق تينيسن. والان ما رايكما بوجبه بطاطس وسمك؟ ونذهب بعدها لاماكن اخرى. ولكن لو كانت البطاطس المقليه هنا هي بطاطس تقليديه، ما اسم التشيزبرجر؟ لا باس بادائك يا صغير، لكن للحكايه نهايه. دمرنا المدينه وسننطلق للمدن التاليه واحده وراء الاخرى، ولن يوقفنا احد ابدا. لا أنت تحلم يا كبير الفئران، قد لا أستطيع إيقافك، لكن عندي من يقوم بهذه المهمة. أين اختفى؟ تحتك يا عملاق. من منكم طلب سجق؟ صغير ومناسب جداً للسحق. ترى هل يعلم بمخططاتي؟ مجهود أكبر من المعتاد، لكن إن نجحت حساباتي سيسلك طريق الخطأ في الوقت الذي أفكر فيه بوضع خطة أخرى. والآن حان وقت اللعب. لا أرى. أيها الشقي، دراجتي. لا يا خسارة، أنا هنا. أعتقد أنه لم ينتهي السباق بعد. هيا ورائي يا قنفذ. جدي، هيا لنعرقله. يلا. سأمسكك. لطيف بعيدا عن دراجته. يلا على وصول. هذا المضمار صغير عليك، لكن استمر. تعال يا شقي. بن، الطريق مسدود. امسكه يا ريس، نقتله نفسا. أمسكت به. برافو ريس. لن أدعك تفلت مني يا سجق، وسوف أقضي عليك. تمام. لا. لا لا. لقد هزمت كبيرنا. أتعلم مصيرك شباب؟ يلا. في مملكتنا من يهزم الكبير يصبح هو الكبير. نعم يا كبير، تحت أمرك. عندي لكم مهمة من نوعية خاصة. يا ريس، انتهينا. ما رأيك؟ واو، برافو. والآن علينا الذهاب لأنيمو وتخليصكم منه للأبد. أجل. هل أنت متأكد من فكرة إطلاقهم؟ طبعاً، سيتفاهمون مع أنيمو. إنهم فئران على دراجات. لقد ذكرتني بشبابي. جدي، كنت فأراً أم أنك كنت دراجاً؟ انسيا، غير الموضوع. ماذا يفعل هنا؟ أتصدقون أن هذا الطفل حاول سرقة معدات من سيارتي؟ لذا قررت أن آخذ الفتى المسكين تحت جناحي، وفعلت ما يفعل أي مهرج شرير، نومته مغناطيسياً. أخيراً سألكم أحدهم. أعني أسرعت طرقي لحل المشكلات. هناك طرق أخرى أسهل بكثير. ربما هذه أمتع طريقة. أوه، يومنتوسور، بإمكانك تلقينه درساً.
ماش ماوث؟ ليتني اخترت البقاء مع الكعك. أما زلنا في درس الكعك؟ نعم، أمسك العربة، أنا سأرمي. كانني أنا المطبوخ. رأسي، هل ابن عمي جيفري بخير؟ أجل، أنا هنا. كفانا تضييع وقت، اقضي عليه قبل أن يفيق، بسرعة. جدي، أخرج الناس من هنا بسرعة، سأساعد بن. أوكي، أعرف ما علي فعله. من يريد أن يرياني صور أحفاده؟ ها؟ هيا. حسناً، أجمع الكعكة. اضرب ضربتك القاضية، أنا وحارسي المطيع أمامنا خطط شريرة كثيرة. مجرد التفكير في جمع الأموال يصيبني بالدوار أيضاً. رغم متعتي بالتخلص منك الآن وللأبد، لكن لا أحتمل رؤية طفل يتأذى بدون وضع نظاراتي. تمسك يا بن. ها؟ واو، شكل أسنانه مخيف عن قرب. الأمر سيحتاج لبعض الذكاء. لماذا تضعان كعكة لذيذة على وجهي؟ لحظة، لا أتذكر تحولي إلى باش ماوث. زنبوزونة ومك مغناطيسياً. المهرج المغرور، لكن أين ذهب؟ يهرب من النافذة. شكراً للمغامرة يا أطفال، على الأقل أخذت بطاقات الائتمان من العواجيز. باي باي. تريد مغامرة حقيقية؟ انتظر حتى أمسك بك. كيفن، أرجوك، دعه لي، أنا البطل هنا. بطل؟ وماذا عن انتقامي؟ حاربه معاً. انتقام الأبطال. الضربة القاضية. كيفن، لن تتركني حتى نتصافح، صح؟ تعلم يا كيفن. حسناً. تتصرف بغرابة. ما أجمل أن تصبح صديقين. لا، لسنا صديقين. ما دامت الكعكة أعجبت، تقبل هديتنا وخذ بعضاً منها معك للمنزل. حسناً، أشكرك. لأن هذا ما يفعله الأصدقاء. لسنا صديقين ولن نكون صديقين. سأذهب من هنا، ولا مانع من الكعك. حسناً، تفضل. أحسنتما يا صغيري، الكعك أنقذ اليوم. أجل، لكنني لم أكن بطلاً اليوم. البطل الحقيقي لا يهمه سوى انتصار الحق، والدرس الأهم هو ألا تكون قوة الضربات هي مهارتك الوحيدة. الفضائيون رائعون، ولديك مواهب أخرى رائعة أيضاً. الكعك رائع لدرجة أنه جعل كيفن صديقاً. لسنا صديقين. أنت محقة، علي أن أظهر مهاراتي الأخرى. معشرة يا فتى، يمكنك أن تكون المعلم، أنت فنان الكعك. أوافق طبعاً أيها التلميذ، سأحاول تعليمكم مهاراتي. سأندم على ما قلته. وجدناك، رسم لك بورتريه. افتقدناك أيضاً. هل ستتوقف عن الاختباء في البيت؟ أوه، فزورة. أنف الأرنب. شعر أو شعور؟ الشعر منكوش. أتوندي، هذا الفتى ملوم مغناطيسياً، لا يستطيع نطق كلمة، والمهرج سيسرق اللوفر. أوه واو، لحظنا، يتحدث لغة نفهمها. سأطلب البوليس، ليس هذا وقت المايم والألغاز؟ لابد أن نسرع، علينا الذهاب. أشعر أنهم تخطوا الحرس. طريقة الدخول هي الإلهاء. تحركوا بسرعة وفقاً للخطة المرسومة. حاولوا تنفيذ كل شيء بدقة، ممكن حركة أسرع أرجوكم. بن، احتاج
شرس جداً، إنها لا تقدر بثمن. يا خبر، لقد عاد كرونيس. أخرج البضاعة من هنا. واو كرونيس، فلتهدأ، لن نخرجها بسرعة. نفذ ما أقوله. كلما أغلقت فمك تكون لصاً أفضل، أما أنا فسأتخلص من هذا المتطفل. الخطة البديلة. هيا بنا يا جدي، إنهم يهربون. خلفك تماماً. فليسرع الجميع. انتبهي لنفسك. لدي خطة، حاول تعطيلهم يا جدي. سأحاول. ماذا؟ ظننت أنكم أذكى من الوقوع في جرائم زومبوزو. مهمتنا الأساسية هي التخلص منكم عائلة كانسن. رمية موفقة. كمين ممتاز. تعليمك يا جدي. المسروقات، فلنسرع. هيا البوليس. أوكي، فلنهرب بسرعة. استعد الآن له. هيا أصدقائي الجدد، سامعوا أنك هنا في رحلة. يبدو أنني لم أكن دقيقاً في المرة السابقة. سأتأكد من القضاء عليك حالاً. وإلى الأبد. فكرة جيدة، سأحسن التنفيذ. ماذا يحدث؟ هذا ليس عدلاً. من يحكم جسدي؟ لماذا يهزمني في كل مرة؟ متى أنفذ الجريمة الكاملة؟ وماذا عن بان؟ هل سيستطيع الكلام؟ كأنك تنتظرين مني التوقف للمساعدة. دعك منه يا بان، لقد تغلبت علي. أتمنى أن يحبس هذا المهرج ويلقوا المفتاح بعيداً. ها، هي، سيمارس ألعابه لنفسه. ها جيد. جسدي يلعب دون إرادتي. أريد أن أفوز عليه ولو مرة. أنا سعيد باستمتاعك بالمدينة أخيراً يا بن. بالتأكيد لم تجد شيئاً يشغلك في الكوبتر. أتمنى أن أجدها سليمة. جدي، لا تحاول. ماذا حدث هنا؟ إسكوزي موا جرانبا بابا بابا بابا. انتظر، ما رأيك في لعبة الالتقاء؟ يمكنك الانتصار. كل ما عليك هو القفز والتركيز. ماذا حدث لإعصار تسونامي؟ انتبه، أنت تحترق. إذن ما المشكلة؟ يمكنني إطفاؤك. لا لا لا، انتظر. لا أفهم، أنا ملكة الألعاب. ملكة الألعاب، لابد أن أفوز. لا تنزعجي، ستفوزين. انتهى عملي هنا وسأذهب لأستريح قليلاً. ستيوارت! 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 لا يمكنك تركي هنا معلقة. ستبقى معي لنهاية اللعبة حتى أفوز بالأيقونة، وسأفوز. ستظل معي هنا، أتفهم يا ستيوارت؟ أرجوك توقف، هل أوصوك بإخراجي من هنا؟ قلت لك توقف. هاي، لماذا لا تواجهني تنسن؟ ما مشكلتك اليوم؟ ما مشكلتك أساسا مع أدرينالان؟ لا تفهم شيئا. ابتعد. حسنا كيفن، لنبدأ. ها؟ هاي، أين ذهب؟ اظهر وبان يا جبان. هيا واجهني، لا تتهرب. الآن يا جوان، ركزي جيداً. حانت اللحظة، أنت ملكة الألعاب. لقد فعلتها. لننهي كل شيء الآن وبسرعة. موافق جداً. كيفن! بنجامين تنسن! كل ما أردته شيء واحد، واحد فقط. وكالعادة، لا يشغلك سوى بطولاتك. لم تساعدني لأحضر الأيقونة. آسف يا جوان. طبعاً آسف. وأنت، ما مشكلتك؟ خصوصاً اليوم، تعاند بن باستمرار.
لماذا؟ عدت بالأمس من أدرينالاند، إنها رائعة. لا تفوت الفرصة لزيارة أدرينالاند. استمتعوا بأجمل المشروبات، طعم لن تنسوه أبداً. ذهب الجميع إلى أدرينالاند، لم يصطحبني أحد. هذه المشكلة. ماذا؟ سأصطحبك أنا. هاي، انسى تماماً. أوه، لا يمكن أن أركب عربة الأطفال هذه. ستركبها معنا وستعجبك كثيراً. استمتعوا. اسمع، كأننا أطفال في الثالثة. وما المشكلة؟ أجمل عمر. أما أنا فسأذهب للفوز بالأيقونة. ها؟ بقدر ما نتمنى أن تكونوا استمتعتم في أدرينالاند جي آر، بقدر ما نأسف أن نطلب منكم أن تغادروا الحديقة بهدوء. ونرجو ألا تضطرون لاستعمال القوة. هي، توقفي، كفاك استعمالاً للقوة المفرطة. هل تردنا؟ نعم. حسناً، ربما نعود غداً. بالمناسبة، فزت بهذه الأيقونة، أيقونة المانع، ممنوعة من العودة مرة أخرى. حققت هدفي. لا مشكلة، أظنها حديقة للأطفال. وهذه جائزتك أنت، احتفالاً بزيارتنا معاً لأدرينالاند. أعطني هذه، لا أريد أن يراني أحد معك يا تانيسن. ظننت أننا أصبحنا اليوم أصدقاء. نفس شعوري. إذن هيا بنا لنذهب إلى مكان آخر ليطردونا. هيا بنا يا جدي، كلما منعونا في مكان ذهبنا إلى آخر. الطريق. بن، علينا إيقاف لاجرانج قبل أن يؤذي أحداً. أنا أعمل على ذلك. لدينا زائر. أنا أحب المفاجآت. واو، لا تكرر ذلك. ها ها ها، أظن عليك الترحيب بهم. بحرارة أم برودة؟ أوه، لا أرى شيئاً. لا عليك، أنا هنا. ماذا عن بعض السواد؟ واو، اصمت جوين، لدي فكرة. كوا؟ امبوسيبل. هاي سيد لاجرانج، كنا نتساءل إن كنت تود الانسحاب. أنا ميسيو لاجرانج وأنا لا أنسحب أبداً، والآن لو سمحت ابتعدي عن الطريق. رأينا هذه الحركة من قبل. إذن أخيراً منافس قدير. غبيان، لم أعد بحاجة لكما. تظنه سيغضب لأننا مررنا هذه السيارة؟ ربما قليلاً. إنه يدمر كل شيء حتى فريقه. بقينا وجهاً لوجه. إلى اللقاء، استمتعت بالسواري معكما، لكن للأسف خط النهاية في الانتظار. تبدو واثقاً جداً، هل نرفع التحدي؟ ماذا تفعلين؟ لا تقلق. تحدي؟ طيب، حين أفوز ماذا سأربح؟ إذا فزت تأخذ السيارة، إذا فزنا لن تسابق مجدداً أبداً. جهزي مفاتيح السيارة الجديدة عند خط النهاية. أوروفار. يلا بن، لنري هذا اللئيم قدرتنا. أو لا، لا تقلها. أو مؤسف، لم أضطر للغش حتى. هيا أخضر. انسى الأمر بن، خسرنا، متجر كومالت سيقفل. حقا، علي قراءة الكتالوج. عدنا إلى اللعبة. ما الذي تنتظره؟ هيا بنا. عفوا، لنرى إن كان لاجرانج أسرع من إكسيلريت. تغيير في الخطة، اصمدي. حزام الأمان. ياب. هيا لننطلق. حسناً، يبدو أني سأتمكن من الغش قليلاً. بن، عليك أن تنتبه. عليك الآن أن تسرع أكثر. لنختصر السباق إذن. تظن السباق انتهى؟ والآن ضربتي القاضية. استعدي للانطلاق. أنا مستعدة.
لما تلاحقنا؟ يبدو أنها تتبع الحرارة. لاجرانج أمامك. أوه حسناً سيد روكيت، ستكون نهايتك. إلى اللقاء. أنقذنا متجر كومال. بقي أمر واحد فقط، استعدي لغباري. لن تصمد لحظة. مهلاً أنتما. سيارتي ليست جيدة. قال لي رجل حكيم الأمر ليس في السيارة بل في السائق. علي التوقف عن قول التفاهات. كنت أمزح معك دود وظننتك تمزح. لم تحسن المزاح أبداً. لماذا تتبعني في كل مكان وتقلدني؟ حتى الفضائيون تطاردهم. عد إلى جدك الذي يبحث عنك. يسعدني أن أجد من يبحث عني. انتظر. إذن لنبدأ الاحتفال. هاي قلت إنك تمزح. تريد الاحتفال؟ لنبدأ الاحتفال. ما هذا؟ الفضائي الكبير سوف يحتفل بك. باش ماوت. لم أتوقع حفل وضار. اعترف بهزيمتك دكتور بقيتك. اعترف أنت. أصابعي سأعالجها. دوري في الاحتفال. أذرع وأسنان حديدية، كيف سأهزمه؟ أيمكن وقت مستقطع؟ الطلب مرفوض. كيفن سيطر على نفسك. لن أسيطر. طعام التسعينيات. لحم. لحم. أوكي يشبه راث كثيرا، ربما مع فارق الإمكانيات. وهو كلب غريب سوف يأكلني. يقلد كل ما أفعله، لكنه أكثر غرابة مني. أهو النسخة المتطورة؟ لحظة، أنا الموديل القديم المنتهي الصلاحية؟ هل انتهى زمني؟ هل أصبحت الآن شيئاً قديماً؟ ككل الأشياء الموجودة هنا اليوم؟ سلوكه على المائدة أفضل، مع أنه يأكل من الأرض. جوين جدي، شكلكما غريب. أنتما بخير، أصبحت نسخة قديمة، انتهى زمني. أنت صالح لكل زمن، رغم أنك مزعج جداً، بصراحة. تريد أن تقول لك قيمة الأشياء ليست في كونها جديدة بل حقيقية، والجديد لا يعني نهاية ما قبله. الأهم أن تعرف قيمة نفسك وتطورها دون المقارنة بالآخرين. القيمة الحقيقية. ونحن دائماً بجانبك لتكون أفضل. استعمل قدراتك لتتغلب على الصعاب. ذيل محجور يا جوين. كيفن قلت لك كلمات سيئة وأنا آسف جداً، والآن ساعدني لنصلح كل ما سببناه من فوضى. الناس في خطر. ها؟ تحركوا. أحسنت. ليسرعوا قبل أن أغير رأيي. من هنا. اخرجوا بسرعة. نعمل معا كفريق واحد. لن نكون فريقا واحدا. كيفن انتظر. أنا بخير، لكني سأدركه قبل أن يبتعد أكثر. بن لقد نجحت. لكنه ابتعد. دعه وشأنه الآن، وفي نفس الوقت سنساعد الناس هنا. وعندما يعود سنهتم به مثلك. يا للمفاجأة، تعود مجددا بهزيمة أخرى. قلت لك أستطيع هزيمته. فعلا؟ لا أظنك تفهم، ربما تمتلك قوة أكثر، لا تستطيع التحكم فيها لذلك تنهزم دائما. سنبحث عن طريقة أخرى، بمساعدتي ستتغلب عليه بكل طريقة تتخيلها. موافق. والآن ماذا لدينا هنا؟ أحدهم قال لي ستجد ما تبحث عنه، لم أظنه بهذه السهولة. سني فعلا حتى في عالم الكوابيس. لو أستطيع استخدام إكسلريت الآن.
الجبر! أكيد أنا في كابوس مخيف! من يستطيع حل المسألة؟ السيدة رولاند! ما الحل يا سيد تنسون؟ كسر أحد الأطفال لعبة! متى؟ كيف لي أن أحارب من غير الأومنيتريكس؟ لا أستطيع فعلها. لا فائدة مني بعد ضياع قوتي. لا أستطيع الانتصار. لن أقول هذا يا بن. هيكس يملك خيالاً سيئاً وأعماله سيئة، وأنت عكسه تماماً. شرع سمنا ألوف منا منا شناننا بولامي توفي. هيكسي، معركة الأحلام مع سايبرغ. ما الذي يحدث الآن؟ سايبرغ! يا بن، هل تسمعنا؟ جوين، جدي؟ يمكنك الخروج، لا تدع ألاعيب هيكس تمنعك. أجل، اهزمه في كوابيسه. ألاعيب هيكس القديمة. لحظة مؤثرة، هل تعتقد أنك ستهرب مني؟ من دون لعبتك الصغيرة، أنت لا شيء. أنت مخطئ، تحاول إخافتي، لكنك مجرد شرير عليه سرقة الخردة ليشعر بالقوة. لا، أنا لا أعتقد مثلك، والآن من؟ ها؟ الفتحة تغير لونها. أنت كذبت، أنت لا تتحكم بهذا المكان يا هيكس، إنه يحب أحلامي كما يحب كوابيسك. هذا كلام فارغ، يجب أن تكون خائفاً. أنا أخاف. أخاف أن تتأخر على موعدك مع الدكتور كانون بولت. سيد هيكس، يجب عليك ترتيب التقارير كلها. حاضر يا سيدي. لم أرى شخصاً بلا فائدة مثلك. واو، جعلتني أحزن من أجلك. بن، عليك الخروج، الفتحة ستقفل. وماذا أفعل به؟ لن أشكرك على التوصيلة. أنذهب وراءه؟ لا، البوابة ستقفل، حان وقت العودة. مستعد للقفز؟ مع السلامة. أراك في أحلامك يا صديقي. أهلا، شكرا لحمايتي. سعيدة لسلامتك. أوو، دكتور! أفضل بكثير. عليك غسل أسنانك مرتين في اليوم، وعد إلي بعد 6 أشهر لأفحصك. شوارع مظلمة وأطباء أسنان وهيكس، هزمت كل مخاوفك. ما عدا الأخطبوط، الأخطبوط هو الأسوأ. حاصروه، لنأخذ وضعية الهجوم. هذا ما كنت أتمناه. خذ في وجهك. أنا أعتقد أننا وجدنا حلاً مؤقتاً لهجومه. لا تبعداه عنا. التقطع. ليس هذا ما كنت أفكر به. غريب، لا أشعر أننا نقضي وقتاً ممتعاً. بالعكس، أقضي وقتاً ممتعاً. لا، سنشعر بالمتعة هكذا. هذه نقطة لفريقنا، لو كنا نلعب مباراة ونحن لا نلعب. انتهت اللعبة. من يضحك أخيراً؟ أحمق، بقوانا يمكننا منع قوة الإعصار. ممتاز، نسيت تماماً. أعد قطعة البطارية. تريدونها؟ تعالوا وخذوها بسرعة. فلنبدأ المطاردة المائية. هيا يا جدي. فريق التدمير. ياه، إنها متطورة فعلاً. لا تقلقي، سنتولى الأمر، فلا أحد سيفسد متعتي الصيفية. عد إلى هنا. سمعاً وطاعة.
إجراءاتنا لا تعطي النتائج التي نريد. كنت سأشعر بالإحباط لو كانت لدي مشاعر. حسناً، فلنطلق التوربينات المائية. إنهم سريعون. شيش، لديهم حل لكل شيء. من يفكر بهذه الأمور؟ هل تشعرون بالحب نحوي يا شباب؟ شكراً لكم. هذا مستحيل، نحن آلات بلا أي مشاعر. جميل، فلو كانت لديكم مشاعر لكرهتم هذا. إن طاقتنا بدأت تنخفض. علينا تطوير خططنا، فلنبدد الغيوم. لكننا غطينا بها الشمس. لا بأس بهذا، فلنشحن طاقتنا الآن. هذا الدفء أخيراً، علينا وضع المزيد. أين مرهم الوقاية؟ لا، يبدو أنني سأعاني قليلاً اليوم. لا تقلق، جلبت المزيد. ستعيد جهازنا الآن. أعدنا قطعة الجهاز وأنت خسرت. خططنا ستستمر وستكتمل بطارياتنا، وأنت قد فشلت. لست متأكدة من ذلك. ها؟ من الذي؟ أحسنت يا فريق التدمير. التدمير؟ لكن أجل، حان الوقت الآن للقليل من التدمير. لا، حان وقت النهاية. الوقت غير مناسب، لم أنتهي منهم بعد. هذا شعور جميل. أين تعليق عدم وجود مشاعر؟ أحاول الاحتفاظ بالطاقة التي لدينا. يبدو أنكم بحاجة إلى بعض المرطبات. تفضلوا، عصير جوز الهند. رفيقي، بطارياتنا فارغة، لا خيار أمامنا، فلننفذ أمر الاسترخاء. أبلغت السلطات وسيقبضون على العصابة. لكن بأي تهمة؟ كل ما فعلوه هو صنع عاصفة وتبديدها. كانت نيتهم سيئة، من يدري ما كانوا سيفعلونه بالبطارية. صحيح، على أي حال اللمسة الأخيرة ابتسامة. لو لم تكن طاقتي على وشك النفاد للقنتك درساً لرسمك على وجهي. أعتقد أن عملنا هنا انتهى. هاي، لدي شيء لك. مذكراتي العزيزة، اليوم هزمت من قبل بطل خارق. هيا، على الأقل قول شيئاً. ها؟ لم يبق شيء ليقال. عودي. لماذا لا أستطيع هزيمتك؟ مايكل، ما المشكلة؟ إنها شخص عادي، لم أبذل جهداً حتى لهزيمتها. لماذا لا تنهي الموضوع ونذهب؟ لا، ليس قبل أن ترى كم أنا عظيم. أحتاج المزيد من قوتك. توقف، أنت لست مجرد مزيف، أنت تافه. لماذا تدافعين عني؟ أنا عدوتك. لأن هذا ما ينبغي علي فعله. أعتقد أنك تعرفين أن مورنينغ ستار فاشل، إنه يقوم باستغلالك. يستغلني؟ هل ستستمعين لها؟ عدوتنا اللدودة؟ مايكل، أنت حشرة. أنا؟ لا تؤذه. واو. بن، هل أنت بخير؟ فلنذهب، فنحن نفقد السيطرة. لا، أنت بدأت هذا، لكنني لن أذهب إلى أي مكان حتى تعلم كم أنا عظيم. توقفي عن الكلام وأعطيني طاقتك. أنا أسفة، أردت المساعدة، تفضل. أنا مصدوم الآن، هذه المرة لا أعرف كيف نقنعها بأنه شرير. إنها لا تصغي. إنه يتلاعب بها وهي لا ترى ذلك. إذا لم تصدقنا فيجب أن تسمعها منه. عليك أن تشتت انتباهه. أعتقد أنني أستطيع أن أريها مدى سوءه. أوكي، ولكن ماذا ستفعلين؟ لا وقت، شتت انتباهه. بالتأكيد هي البطلة. هذا أكثر مما أريد. انتظر، أين ذهب؟ تبحث عني؟ نعم، أصبحت قبضتي باردة، أريد تسخينها. لن تفعل. المزيد من القوة. أنا أحاول. حاولي أكثر. توقف يا مورنينغ ستار، اتركها. ما الذي تتحدث عنه؟ إنها تريد ذلك.
وجدتها، كان يكذب عليك. هذا هو مايكل مورنينغ ستار الحقيقي. من؟ هيذر؟ إنها واحدة من المعجبين الفاشلين. إنهم جميعاً يدعمونني. أنا ممثل، يمكنني أن أكون الشخص الذي يريدونه لتحقيق أمالهم. هي ليست أكثر من شخص أستمد منه قوتي. هيذر، هيا، هل حقاً تصدقين هذا؟ يحاولون خداعك. اسمي تشارم كاستر. اهدئي قليلاً. لا تقل لي أن أهدأ ثانية. لقد نجحنا. لحظة، لديها مشكلة معك فقط، صحيح؟ بان، كانوا على حق. كنت تستغلني فقط طوال هذا الوقت. كيف يمكنك أن تفعل هذا؟ هل ستستمعين لهما؟ لعدوينا؟ فعلت كل شيء من أجلك. أوه 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 أوه. أخرجيني من هنا، النجدة. الآن لن نفترق أبداً. واو، ربما أنقذتني اليوم، لكن هذا لا يجعلنا صديقتين يا جوين تانيسون. جعلتني فقط أدرك أنني لست بحاجة لأحد. من الأفضل ألا نتقابل مرة أخرى. قلت بعد ذلك، لما لا تكن مثل الموزي وتنقسم؟ جيد أن تساعدك جوين. تساعدني؟ إن جوين بطلة خارقة الآن. ها؟ نعم، كيف تشعرين وأنت لديك عدو خاص؟ أنا لدي عدو خاص؟ أنا لدي عدو خاص. ووهو. بان. هلو، مشغول. اسمع لحظة، ألا تفهم؟ تواجه شخصية خيالية بواقعية؟ كفى جريا هكذا. هلو زينكو، ممكن أوردر دليفري؟ اسمع، وضح لنا كيف قمت بإحضاره. أوكي، يعني تعطل التلفزيون، تمام؟ دخلت فيه لإصلاحه، ضربتنا صاعقة البرق وأنا بداخله، فإذا بزينجو يخرج منه. في البداية كان مضحكاً ثم خرج عن السيطرة. بان، أنت وزينجو واحد. آه؟ لابد أن انسى، لابد أن البرق ضرب ساعتك فأخذت أنت قواه. واو، إن صح كلامك، لا تحارب النار إلا بالنار. أوه يا، إذن فلتستعد. أنت يا رجل تحب اللعب بالنار؟ عندي مفاجأة. ما عندي حلول. ألم تشاهد كل حلقات برنامجه؟ لذا زينج عليه. زينج عليه؟ كول، البادئ أظلم. لنجرب هذه. سليم دان. قف مكانك، أنا رئيس المطافئ. أوه، آسف، غلطتي. ما رأيك في فطور ساخن؟ واو، لطيف، شكراً. جاهز؟ تفضل، فطور ساخن. يكفي. لم أنتهي زينجو، أمامي خطوات بسيطة. إذن لأمهد لك الطريق. كفى لعبا بالكلمات يا بن، ممكن؟ والآن جوين مع قنبلة الموسم. استعد ويقذف بها إلى الوادي. يا سلام، تسديدة موفقة ساحقة. بما أنه صراع كرتوني، سأضربك بسيارة محترقة. وأنا بباصي مدرسة. والسفينة في المدينة. انتصرت يا صديقي، والعبرة بالنهاية. قطار من نار. يستحسن بنا الهرب. الآن خطرت لك. بان. هذا وجه بن؟ يب. أوكي، هذا يكفي، استسلمت. بن، أمسك بزينجو. علم، انطلق. يو زينجو حبيبي. تعبت من المرأة،
سوف أعود إلى عالمي حيث الثقافة لطيفة. واو، أوكي، على الأقل اختفى. يوم غريب، ما زلت تحبه بن؟ لا أبداً، لست بهذا الجنون مثل زينجو. سأبحث لنفسي عن برنامج آخر. للأسف لا هذا ولا ذاك، بفضل زينجو التلفزيون تعطل. ماذا؟ نحن ليس أمامنا إلا الترفيه التقليدي. نحن في الوادي بين الجبال. يلا بن، يلا جوين، سأغني وحدي. فوحبات الرمال طال المطال. زينجو! سأدع الدببة تختفي، لكن لا أحد، أعني لا أحد يعبث مع سوموس لامرز. رد فعلك العاطفي على زوال هذه الأشياء سوف... هدية الاحتفال لك، ليلة صامتة. أضحكني يا تيري. هاي ستينكو، أترك تيري أو ستواجه غضب تجمدي منا. هل تمزح معي؟ أنا لا أعرف كيف أمزح. هاي، أتركه وشأنه. أمسكتك. يبدو أنهم أكثر ارتباطاً ببعضهم البعض بدلاً من الأشياء. ربما علينا إعادة توجيه انتباهنا. لحظة، أنا شجرة الاحتفال، كنت أختبركم فقط. نجحتم. توقيتك مميز جداً اليوم. بن، هنا. أعتقد أنهم على وشك فعل شيء كبير. أنت لا تفهم في الاحتفالات لكنك لا تدمرها. أتمنى ذلك. أدخل الجميع إلى المحكمة وأنا سأعالج الإعصار. اللعب، كل شيء ذهب. هل ترى؟ روح الاحتفال ليست حول الأشياء، إنها حول المشاعر. ربما أخطأنا في حساب مصدر الانسجام المدني. هذا التدفق من العاطفة استنزاف للقوة. أبقيها معاً، نحن أقوى من هذا التظاهر المؤثر للأخوة. إذا بدأت بالبكاء سأبدأ في البكاء و... أعتقد قد تم فصلهم. سأتولى هذا. هيا بنا كلنا. لماذا يخنون؟ لقد تم تدمير بلدتهم. نعم، لكن ليس روحهم، مجرد أشياء. طالما نحن معا سنعيد البناء. هاي، شكرا. محاولتك الضعيفة لاستعادة المشاعر السعيدة لن تنجح. إنها جميلة. إنها كذلك احتفال سعيد. الحب كباب تجمع والعيد هو ما نفرح به. أنت متوحش. أتمنى أن تكون سعيداً. ها، في الواقع أنا كذلك. هل ترى كيف أن العطاء أفضل من الأخذ؟ نعم، لقد علمني هؤلاء الناس المعنى الحقيقي لروح الاحتفال. أخيراً، كنت أعرف أنك ستعرف. نعم، بالمناسبة، هل لديك القائمة؟ قائمتي، الأشياء التي أريدها؟ أريد إضافة بعض الأشياء عليها. ماذا؟ ما هي الهدية الأفضل من أعطائك فرصة إعطاء شيئاً؟ هذه هي روح الاحتفال الحقيقية، صحيح؟ لكن لا بأس. لم أطلب جزءاً ثانياً من الفيلم. ابتعد يا جوين، أنا سوف أدمر هذا الوحش. طيب،
طيب يا سيد ذات، استعد لي. ماذا؟ حقا. ما سبب كل ذلك؟ كان هذا خروجا متميزا. طيب فلنرجع إلى السينما. لا، البئر، تأخرت كثيرا. هاكس، طبعا أنت سبب كل هذا. ستدفع الثمن يا تينيسي. واو، يبدو في حالة صعبة. جيد. وحش يأكل الضوء ويدمر كل شيء ويلتهم حوضا من الضوء، ثم يظهر هيكس ويقول: تأخرت كثيرا. ألا يجب أن نحقق في الأمر؟ حاضر. أنت أخبرني ما قصة هذا الوحش الذي يأكل الضوء. لا شيء مهم، انتهى الأمر. طيب أسمعتي؟ هيا بنا. قلت إنك تأخرت. تأخرت على ماذا؟ هيا، نحتاج للمعلومات لننتهي. وكيف علي منع ذلك؟ لا يمكنك. عندما كنت بكامل طاقتي كنت أستطيع استخدام عيني وودان لإيقاف الكائن، لكن الآن أنا لم أمت. أوكي، اجتماع. سينقلب علينا عندما يحصل على ما يريد، لذلك علينا الذهاب. وإن كان صادقا، ستسير القصة كالمعتاد. شرير يصنع وحشا، يخرج عن السيطرة فينال جزاءه. ماذا عن الجزء الذي ينقذ فيه بطل كل شيء؟ بالطبع سيسير بشكل طبيعي. ماذا إن لم يحدث؟ لا نعرف كيف نوقف هذا الشيء. اعذرني، لكن علينا إعادة الطاقة لهيكس. لن يحدث ذلك، فالضوء الذي يحتاجه كما تعرفين يوجد في معدة وحش يتغذى على الضوء. نحتاج لطريقة لإخراجه. اسمع يا ذات، تعال، عندي حلوى لك. انزلني، أنا لست حلوى. سنجعلك تضيء الآن. اتركني حالاً. هل أصبح أسوأ فعلاً؟ وظهرت رائحته. حسناً، والآن سينفجر. هيا. ربما علي استخدام خطة بديلة. لا يبدو هذا جيداً. القوة، لقد أعدت إلي قوة رائعة. الفضل لي. اهرب. أعرف أنك ستفعل ذلك. لا أصدق أنني أنقذت حياتك. أنقذت حياتي؟ أنت أنقذت حياتي؟ لكن أتمنى لو أنني لم أفعل. ماذا تقول؟ ما المشكلة؟ ألا يسمح لك ضميرك بقتلي؟ لا يمكن استخدام طاقتي مع شخص كان سبباً في إرجاعها. صحيح، لا تخجل، لن أخبر أحداً أن عندك ضمير. تغير في نهاية القصة، إلى أن نلتقي ثانية. حقاً؟ لا يمكنك إيذائي؟ رائع! لقد سددت ديني لك، لا تتوقع مني ذلك عندما نتقابل مرة ثانية. بان، هل أنت بخير؟ كان شكل هيكس غاضباً جداً، لماذا تراجع؟ ضربه ضميره وقرر أن يلعب دور الخير هذه المرة. خطأ! أعتقد أنك محقة، أحياناً تفاجئك قصص الوحوش. لست الوحيد الذي سيتفاجأ. هل رأيت عندما انفجر ذات؟ تبعثر في المكان. على الأقل غيرت النهاية. أكلتي الجميلة المفضلة. هل انتهى الفيلم؟ كيف كان؟ كان غير متوقع. جيد، أنا سعيد بهذا. حان وقت الذهاب. يحتاجون لرجل لتنظيم السيارات. صحيح، ثعابين. آسفة، أعتقد أنه إذا خففت الضوء ستهدأ ثعابين. لا تزيل الشمس. سيدي، هذه أداة علمية حساسة. سأشرح لك، تساعدين الثعابين. أنا أعشق الزواحف. نعم، فهي الأفضل، أفضل من الثدييات. العالم ينتمي إلى الزواحف. أقوي المصباح الشمسية وأصبح أقوى وأصبح ملك العالم. جنون كامل. أنا عالمة ولست ملكة، أريد مساعدة الزواحف لا حكمها. أنت لا تفهمين. سأريك، هاتي ريموت. أوكي، اكتفيت من ساحر الأفاعي هذا. لا يمكنك إيقافي يا متحول. لا. ألا يفهمون كلمة لا تحت الأرض يا صديقي؟ أين ذهب؟ الريموت. سأريكم جميعاً. نعم، جديد. أظنني سوف أتقيأ. أترين أيتها الملكة؟ أنا أكثر قوة، الملك كويل.
تعال وأمسك بي. أين ذا؟ لن تهزمني الآن. سآخذها لأصنع مستقبلاً للزواحف. مورتمر لا، ستتأذى ثعابيني. التضحية واجبة على الجميع. جوين خذي الثعابين لمكان آمن. الثعابين مكان آمن؟ أنت خائفة، لكنها خائفة أكثر منك. هاي أنت لست شريراً. لا أستطيع التحمل يا صديقي. بن احذر، إنه يحمل ماري جو. لا مشكلة، تصويبي جيد. أيها المتحول، سأكل أصدقائك. كن حذراً، التماسيح تركض بسرعة كبيرة. تماسيح؟ كيف يتغلب إنسان على ثعبان؟ ما هي كلمات الأغنية؟ تقسموا ذكونا بيضها نعم بيضها نعم عندن. ثعابين الأنفاقي تعيش في ظلام وتحس بحرارة الأجسام. إنه ثعبان أنفاق ويستشعر الحرارة وسيخدمنا. ماذا؟ أين؟ يمكنك طيران؟ أنت ثعبان الأنفاق، لذا تعتمد على استشعار الحرارة، فشخص مصنوع من الكريستال البارد غير مرئي بالنسبة إليك، صحيح؟ عيناك الجميلتان ليستا بتلك الروعة. ما زلت أسمعك. وما أسمعه أضربه. لا أتوقف عن إطلاق النكات الرائعة. ماري جو، سيكون هذا الكوكب لك ولي. عليك تعلم حيل جديدة حينها. أظن أن الأمر ليس بذلك السوء. أترى حركة لسانه؟ يتعرف عليك. نعم، وهذا كاف. إنها تدغدغني، أأخذ واحداً؟ لا، عليها أن تبقى، هنا منزلها. للأسف. يب، للأسف. أوه، لقد عاد جدكما. جدي. وداعا ماري جو. بالتوفيق مع الزواحف. شكرا لكما. ما رأيك بهذه الظلال؟ أبوسعي أن أكون ملكة للثعابين؟ لا تقلق، لن أذهب لأي مكان. تصيده فيصيدك. روعة، خطة ستيم ستنطلق نحو المستقبل. كم كان وزن بودانسكي؟ عن إذنك. هذا غريب، قمرة أطفال، أزرار أطفال، هل كان يخترع من أجل جيش من الأطفال؟ كلام جدي يؤكد أن هدفه كان دائماً فرحة الأطفال. بداخل جدي طفل صغير لا يكذب. عجيب، لما يبني سلاحاً يقوده طفل؟ يعلم أن المستقبل يقوده الأقوياء مثلي تماماً الآن. لو كان سلاحاً فعلي تدميره. هيا افعل، لا تتردد، شغل السلاح وشاركني القضاء على العالم. جدي قال إنه ألهم الملايين وقد منحهم الحلم. كيف يبني بادي آلة دمار كهذه؟ لقد تم تشغيل اللعبة. واو، يعجبك المنظر؟ دعني. عيوني. أنت بخير؟ بخير يا جدي. إنه رائع. لا بن. هل هذا هو السلاح؟ هل سأدمر البشرية كلها بلعبة ملاهي؟ أهلا بالغد وأهلا إلى MFB، لعبة ولكل الألعاب. قوات جيشنا البواسل كانوا بحاجة لبعض الترفيه العائلي، فطلبت مني القيادة المساعدة في الأمر. للأسف عادوا فقرروا الاستثمار في القنابل والدبابات،
لكنني بنيت الام اف بي على امل ان يحدث ويكتشفه شخص ويعيد الامل لمن يحتاجونه. وها انت اليوم هنا والامل بيدك. استمتع بام اف بي. مرح فرفشة بهجة. مرح فرفشة بهجة. لابد من خطأ. احمق يا بودانسكي، مجنون احمق. لا تقلق، انا هنا. حسنا، صمم عملاقه للمرح، فليكن بعض المرح اذا. ساحولك الى آلة حرب. بادي قال إنها للمرح لا للحرب. ومن قال إنني لا أمره؟ وعما قريب سوف يعم المرح العالم كله. إن مفهومك للمرح مقرف يا مقرف. نظام الهروب الطارئ يعمل. الهروب الطارئ؟ كم أكره لعب الصغار! بن، أنت بخير؟ تقريباً، هربت من الملاهي المتوحشة. بادي كان لديه عبقرية فذة، بالتأكيد. هل سنبقى هنا نتأمل؟ أم سنركب هذه اللعبة؟ الغد، اليوم، ويدوم، يلا مع بادي أهلاً بالغد، الغد. أتمنى لو لدي لقمة أخرى لأرميها. ليس لدي، لكن أنا لدي شيء لأرميه عليك. سوري يا رفاق، الانتصار لسمايث في هذه الجولة. هي، لم ينتهي الأمر. عندما تعود ساعتك إلى العمل، خذ وقتك في وضع خطة. نعم، أنت محقة. لن أردع إكسلريت البخارية بالسرعة، بل سأوقفه بالكريستال. أجل، ها أنا قادم أيها المزيف. جيد، حاول ألا تكون طائشا. تعنين طائشا كهذا؟ ألواح شمسية. ألواح شمسية، أنسب تكنولوجيا للتحطيم. ليس إذا تحطمت قبلها يا بخاري، وأنا أعرف من سيحطمك. هاي. ماذا فعلت الألواح لك؟ على الأقل لا يزال لدي نموذج يعمل لسيارة المروحية. أيها القطار البخاري، خذ هذا. أيها الكريستال الغريب، اتركني. إذا أصررت. بسرعة. ما زالت لدي. أحسنت يا بان، لقد فكرت ونظفت فوضاك. قد اعتادوا على مسألة التفكير هذه. تنسن، ظننت أن إكسليريت البخارية قضى عليك الآن. وأظنك لم تتفقد منتجاتك. ستدفع ثمن تدمير كل فضائيي البخاريين. كل؟ لم تصنع إلا اثنين. تعرف أن لدي 10 فضائيين، صحيح؟ في الواقع صنعت 3. ودعوا هذا العالم الحديث البائس وشاهدوا قوة الماضي تعود مجدداً. من يضحك الآن؟ هذا صحيح، أنا. لم يصنعوا أجهزة صغيرة في الماضي، وأحياناً يلتمس الشرير بعض الطيش. لا، انتظر. لن ينظف أحد هذه الفوضى من أجلك، عليك التفكير. حسناً حسناً، أنا أفكر. هو أكبر مني، وحتى عندما أكون نسخة معدلة من غري ماتر لا يزال أكبر مني. بن، فكر أسرع. قواك الفضائية ليست نداً لهذه التحفة البخارية والفولاذية ذات المسننات الرائعة. مسننات رائعة، ها؟ أيها البخاري، ثمة شيء واحد أعرفه عن الماضي، وهو أن بوسعك التعلم منه. أوه، أيها المخرب، أبعد ألماساتك عن آلتي. سأفكر في طلبك. لا، أكرهك يا تنسين.
هل انتهى أمره؟ ربما انتصرتم هذه المرة، لكنكم ستندمون على اليوم الذي عاديتموني فيه. عودة عصر البخار قريبة. ما الذي يقوله؟ واثق بأنه هراء. آمل أن سمايث تعلم درساً اليوم. نعم، وهو أن فضائية هم الغالبون وأنني ذكي أيضاً. بن، ماذا عن هذه الفوضى كلها؟ أوه جوان، تذكري، بحسب خبرتي هذه الأشياء تحل نفسها دوماً. بل أنا هذا البرج هو سبب الاضطرابات الإلكترونية، وهذا حتى في الأومنيتريكس. علي الذهاب خلفهم، لكن كيف؟ لا، ليس هذا ما قصدت. نهاجمهم بالكوبتر؟ لا، فهمت قصدك بوضوح. لا، عليك أن تكون حريصاً. أو أقول، لكن اذهب وفعل ما تراه مناسباً، لما لا؟ فكرة رائعة، سأتبع تعليمات جوين دائماً. تستطيع تصميم البذل في المرة القادمة. نعم، ولن أستخدم هذه المواد الرخيصة. هذا ما كنت تسخر منه. عرف نفسك. كانون بولت؟ أعتقد أنه الطفل. هذا ما تفعله لعبتك الصغيرة؟ لا تقل لعبة. أنت نفسك لعبة. حسناً، سأغير الخطة. أتمنى أن تكون أحسنت تجميع الدوائر هذه المرة. كل شيء على ما يرام. بهذه الحالة سأمنحك هذا الشرف. مبروك، أحكمت القيادة هذه المرة. إنهما يثرثران أكثر مني أنا وجوين. لدي فكرة، لابد من تفريقهما لهزيمتهما. حسناً، بدء الهجوم. هل استسلمت أخي العزيز؟ هل استسلمت؟ تحملت لكمتك، فتحمل أنت اللكمة القادمة. موجعة جداً. بن، لا أستطيع رؤيته، هل أنت بخير؟ لحظة واحدة. ها قد عدت، الأمور تزداد تعقيداً. تحولت ثانية، ما أسرعك؟ لابد من غلق المجال المغناطيسي، وأيضاً يجب عكس القطبية. جوين على حق، مجال المغناطيسي هو السبب. ولا أضمن أن تدوم شعلتك في الثلج، نقف على كتلة من الجليد. تثرثران مثلهما. واو، أخي، اتفقنا على أن أتحكم في نصف الكرة الشمالي. راجعت عقلي. ليس لديك عقل لتراجعه. حسناً، لحظة لأفهم. ها؟ لا شيء هنا. لا فائدة. لا. ألم تتحدث جوين عن طاقة سلبية لا أدري ما هي، وطاقة إيجابية لا أدري ما هي، أم أنها أفلام سينمائية؟ أيا كان، أنا أعرف الخطة. واو، مفعولها أفضل. القوة المغناطيسية قوية جدا، لم نكن نضعها في خطتنا الذكية، وكالعادة تفشل في تنفيذ أي خطة. يا لك من شقيق أحمق. خطتي نجحت. هيا يا بن، الكوبتر عادت للعمل. هيا بنا كلوي، آسف لأني شككت بك. مغامرة ممتعة بالقطب الشمالي. بالنسبة لك، لكنني لم أتلقى سومو سلامر. لنرى الآن من منا الأسرع. معروفة جداً، أنا أسرع منك بكثير. ثرثر هناك وأنا سأطير. لقد فاز كيفن بأغلبية الأصوات. الجولة الأولى لكيفن. ماذا؟ لم يطبخ أي شيء، قدم عرضاً فقط. واجهني بشجاعة وتوقف عن التذمر. استعد للمواجهة، الجولة الثانية. الجولة الثانية. حسناً، لنبدأ.
قليلا من هذا وهذا. رائع، لن تصدق عدد المشاهدات. والآن اللمسة الأخيرة. حسناً، لنتذوق إبداعكما. مرحباً، أسمي هذا رد اعتبار. وكل أجزاء التنين لذيذة، استمتعوا. واو، لا أصدق ما فعلت، ستحصل على أغلب الأصوات. كل هذا لأجل معجبية. والآن رأي الحكام. 3 نعم، أحسنت يا بن. لا تستعجل الحكم قبل أن يتذوقوا إبداعي. خيبت أملي. لم يحب الحكام مذاق طعام كيفن، والفائز بتصويت الجمهوري هو بن. يس 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 يس. تهانية. يوجد خطأ ما هنا، فعلت شيئا أفسد طبقتي. توقف عن لومي على فشلك، الجولة القادمة هي الأخيرة والخاسر لن يقوم أبدا بنشر الفيديوهات. موافق. حسناً، الآن الجولة الأخيرة، إنها جولة الحسم. 15 دقيقة بعد إشارتي. طبق من الدجاج سيبهر الحكام. ماذا بك يا بطيء؟ ألا تجد مكونات؟ حسناً، أنت من طلب اللعب ولك ما تريد. واو، هذا الكثير من الطعام. هاي انتبه. تبقت 5 دقائق. لن تكفي. لا تحتاج هذه، سأخذها شكرا. أتمانع لو أخذت هذا؟ لا تمانع صح؟ لا تشعر بالإحباط. واو. لم أقصد تدميره. سأحاربك طوال اليوم. وأنا أيضا. شباب، سيستمتع المشاهدون برؤيتك تهزم ثانية. حقا؟ أرني ما لديك. شباب شباب، يمكنكما التوقف الآن، لا أحد يشاهدكما. يشاهدون صاحب أذن الأرنب، حصل على أعلى المشاهدات. صاحب أذن الأرنب؟ لماذا يشاهد الناس هذا؟ تعرفان ما أحب؟ رؤيتكما تنظفان هذه الفوضى. 5 تعليقات تقول كيفن يستطيع التنظيف أسرع من بن. لنبدأ. الحياة ليست بحثاً عن الإعجاب، نفعل الأشياء للاستمتاع. إذن علينا الاستمتاع برؤية متعتك وأنت تستمتع برؤيتنا ننظف. لست مقنعاً على الإطلاق مستر تينيسن. سأهزمك ثانية كيفن. ماذا عن الفن؟ الفن لا أحد يشاهده. ماذا؟ إنهما ينظفان. يا شبحي يا شبحي يا شبحي، لا شيء، من الأفضل. لقد حذرتك. ها هو. بانتظارك رعب ما بعده رعب. هذا شبح حقا. استعد للقائي في الأعماق. ليس مجددا. كان عليك الهروب. وما كان عليك العودة. يبدو أننا حصلنا على قنوات مجانية. أخبياء، أخرجوني من هنا، أنا أملكم الوحيد. لحظة، أنا أعرف هذا الصوت. كارل بالكاف؟ كنت متأكدة، إنه متفق مع أخيه كارل بالقاف. يأخذان 50 ريالاً على الشخص، ثم يخيفانه حتى لا يستفيد من الفطور المجاني. نعم، أعترف، كنت أحاول إخافتكم، وكدت أنجح لولا هذا الولد المتحول إلى فضائيين. لكنني لا أعمل مع أخي، أنا أحاول إنقاذكم من خططه الشريرة. خدعة جيدة يا كارل بالكاف، فشلت، سنبقى، لا شيء ستفعله سيخيفنا منك.
تهانينا، ربحتم الفطور المجاني، وللأسف سيكون آخر وجبة لكم. ما أنت بالتحديد؟ شر لا ينام. لا شك أن اللعب الخطير يحولك إلى وحش وأخاك إلى شبح. من يتخيل؟ لقد حذرتكم ولم تسمعوني. أنتم الفطور المجاني. عادة كنت وبختك، لكنني خائف الآن. حان الوقت لاختيار فضائي مناسب يا بن. الفطور جاهز. وقت الأكل. يا بن، الساعة. محاولة جيدة يا نبتة، لكن جوعي قوي جدا. بن بخطر، كارل بالكاف. أخي هيا انضم إلي. كار، لا تلعب بالأشياء الحادة. الطعم هو مصدر قوته. سبقتك. علينا مساعدة كارل بالكاف. كارل اصمد، سنساعدك. فعلتم ذلك حقا. يا أولاد يلا نهرب. شدي. الآن سنهرب. واو، ها، أنا حزين جدا لاختفاء ذلك المكان. يبدو أنك تخطيت خوفك. ياه، أظن ذلك. غريب، بمعرفة كل شيء قد تواجه المتاعب بقدر خوفك من المجهول. ما رأيك يا جدي؟ أنا تعلمت أن الفطورة المجانية مجرد حلم. لا تخافوا، غول أياشا يأخذ أوامره مني، وسوف أجلب السلام والسعادة للعالم كله ولكم أيضا. أنت الحفيد الذي كنت أتمناه. أولا تأخرنا. حسنا اسمع، هي الخطة، لن يصدق أحد منهم كلمة، فلنفكر بطريقة استراتيجية. ليس وقت استراتيجيات وحركات. استراتيجيات وحركات. أجل. الوحش الصخري يحاول أن يدمركم، بل سيعيد ترتيب المعبد الذي دمرته. الوحش يحاول أن يحطمكم. لا أحد سيصدقك هنا، أنت تخبرهم بما لا يريدون سماعه. كيف أكون الشرير؟ توقف عن الكلام، فإنه يزيد الأمر سوءاً. يجب أن تفعل هذا صامتاً. صامتاً؟ ها، أطلبي منهم الصمت. ولكن حسناً. آسف جدي، لا أقبل أسفك. لا، انتهى الأمر هيكس، استسلم. أحمق، الأمر لم ينتهي بعد. طالما أسيطر عليهم سوف أعيد بناء الوحش، وسيكون لدي جيش أسيطر به على المدينة. حتى أنت جدي لا تصدقني أيضا؟ لقد دمرت الأعمدة وكنت تكذب، لا أستطيع أن أثق بك. جدي، فشل الأمر، إن هيكس على حق. هل قال الكاهن أن هيكس على حق؟
ألا يعني ذلك أنه مخطئ؟ تعتقدين أنني أفهم شيئاً؟ هذا هو الحل، هكذا تكسر اللعنة. ها؟ هيا فقط قل عكس ما تعنيه. أتعنين أن أكذب؟ تكذب لهدف نبيل. ها، الكاذب لن يحل مشكلة بدأت بالكاذب أصلاً. الأمر يستحق المحاولة. أعني لا يستحق المحاولة. هاي جدي، كذبت عليك من قبل. مهلاً. أعني لم أكذب، أكذب الآن فقط. أوكي، لحظة جدي، الكذب هو أنا لم أقم بكسر الأعمدة وكان الأمر مقصوداً. أهذا مقنع أم مجرد كلام عادي؟ استمر جدي، كان يجب أن أكذب وحقاً لست نادماً. أنا لم أفعل هذا لأحميك أنت وجوان من هاكس، ولا يهمني أمرك أبداً ولا أمرها مطلقاً. لما أشعر أنك لم ترد أن تصحبني في هذه الرحلة؟ إحساسك صحيح يا عزيزتي. ماذا؟ لا! الآن بماذا تشعر وأنت شرير؟ لحظة، أنت تعرف بالفعل. المرة القادمة تينيسون لن تكون محظوظاً هكذا. سأعودك المرة القادمة، سوف نذهب إلى أوروبا أو آسيا. انتهينا من بناء الأعمدة. أشكركما لمساعدتي في البناء، شعرت أني كدت أفقد عائلتي وأن أعمدة العائلة دمرت أيضاً. أصبح بإمكانك الآن التوقف عن الكذب. جوان، لم أكذب عليك يوماً إلا إذا كان علي أن أنقذك من ورطة وقعت فيها، أو عندما لا أريد إخبارك بأمر ما. أنا أمزح، تعلمت درسي جيداً. هل تحتاج لمزيد من الاختبارات لتستوعب الدرس؟ أنا؟ وماذا عن جوان؟ ألقت الحجارة على رأسي. هاي، وجدي أيضاً فعل ذلك. حدث بالفعل، لم يكن أمامنا خيارات. شعرك يحتاج للغسل يا فرايت ويك. واه، تحتاجين لمزيل للعقد يا معقلة. اذهب عني. لنغير المجرى. فريدا، بن، ماذا تفعل؟ أوفرفلو للنجدة. أوكي، كفاك عبثاً بالمكان. ها؟ أنا أعبث؟ بل هي جوين، تكلمي. عفواً، هل تعرفين المزعج؟ بصراحة لا جوين. لا، تقبل اعتذاري عن تصرفاته فريدا. لا عزيزتي بيستي، لا ذنب لك، إنه متسرع، لا نختار أقرباءنا. ها؟ جوين؟ قلت لك آسفة، كم مرة يجب أن أقولها؟ 96. وكيف اقتنعتي؟ قرونها تحت القبعة. فهمت، لا يلبس قبعات السباحة إلا الأولمبيون وجدتي. آسفة جداً، أسأت الظن بك، سامحني أخطأت، أنت قريبي. سلام. سلام. والآن كيف أخرجك من هنا؟ أوكي، يلا أسرعي جوين. ها 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 ها، تأخرتما، لقد عدلت ضغط الأنابيب لتنفجر وتغرق المكان كله. ها؟ وبعد 60 ثانية سيزداد الضغط وتغرق المدينة بأكملها. وين؟ حالاً. هاي، اهربوا من المكان، أسرع. لن أسمح لك. كفى. هاي، هذا سلامنا نحن. واو، انتبه بن، انتبه بن. ستحرقها يا شعلة، حاول مرة أخرى. استمر بن، توقفي. استمر بن، وكأني وحدي أكره الماء. أوبس،
فعلاً اخترت نارياً لحديقة مائية؟ إليك كرة النار الشهيرة. جوين، افتحيها. قد يلزمها زياً مضاداً للماء. لم ننتهي. ها؟ ماذا؟ بن؟ الصبر جميل. إنه الضغط. واو، صحتين على بن؟ لا، بن. صحتين على شعرها. رأيت أنك تخالف القوانين. انظر ما فعلته بالحقل. ستخبر الجدة ماك عن كل ما فعلته بالحقل والذرة. ولكن بمجرد ظهور بني يختفي الخيال. أعرف ما تبحث عنه، التسلية يا بنجي، لكن القواعد قواعد، كلما التزمت بها ابتعدت عن المشاكل. واو، التفكير أرهقني، سأهزمه غدا. يا صباح الكوكوكوكو. أهلا بن، أنمت جيدا؟ لو استطاع النوم أصلا. أليس لديك ما تحكيه للجد ماك؟ تريدين الحديث عن الخيال باني؟ الخيال يصيح ساعة ثم يدندن في السماعة. بن، أنت بخير؟ لم تأكل شيئا منذ جلست. جوين، أعتقد أن باني هي الخيال. تمزح بالتأكيد. لا بالعكس، أشعر بشيء غامض يحدث هنا وأعتقد أن لباني صلة به. تذكري كلماتي. فهمتك، سأنهي كتابي وأعود. كلما أوشكت على الإمساك به تظهر باني وتفسد خططي. تعبت. واو، كيف تجد باني الوقت لهذا؟ لا بنجي، ها، لن أسمح لك بالمرور من الحواجز. أنت هي الحواجز. كلامك غامض كالعادة. أعرف أنك أنت الخيال. بنجي، ما زلت تؤلف قصصاً ومغامرات؟ قلت لك لا يوجد خيال هنا أبداً. الشخص الخيال ينكر الأفعال. بن، انظر هناك. ليس الآن يا كوين. لآخر مرة، لا يوجد. ساعدني. بن، لقد أخذها وطار. لم أعد أصدق هذه الحركات. تحرك، ساعدني. ربما هذا حقيقي. تعالي، علينا العثور على بيني. لابد أن ننهي أمر الخيال. بيني، أين أنت؟ بيني، 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 أين أنت؟ لا أرى شيئاً بسبب الذرة. لا تبدأ اللعب بالأصوات، هذا ما عندك؟ هكذا؟ انتظري، هذا ستيم سمايث؟ الفتى تنسل المزعج جاء ليفسد خططي كالعادة. ستيم سمايث هنا؟ فهمت، بصراحة لم أفهم شيئاً. ولا أنا. كما ترى، كانت هذه المزرعة مكاني الخالية من تعقيدات التكنولوجيا قبل أن تأخذها مني عائلة ماك، لكنني سأستعيدها بسهولة كما أخذتها مني بمساعدة صديقي أرستو كرو. عدت للعمل مع ستيم سمايث؟ اعتقدت أننا أصبحنا أصدقاء. واضح جداً أن أرستو كرو يخيفك أكثر من اللازم. ماذا؟ الذرة. أيها المزعج، أنت بنفسك قلت إنك لن تأكل الذرة. سمعتك تقول ذلك منذ دقيقة. الحقل لي وسأستعيده. لكنك أفسدت حقل الذرة. الأمر لا يتعلق بالذرة فقط. عد أيها الطائر، إلى أين تذهب؟ المواجهة الآن بيني وبينك. لا أحتاج إليه، سأتغلب عليك باختراعات البخار التي ستجعل هذا الحقل ملكي أنا وحدي، وسأستعيده ثانية. ولن أوافق على لن أوافق على غيره. الحقل كان حقلي، سأسترده على مهل. نعم، سأسترده على مهل، بلا تكنولوجيا ولا كهرباء، أنا والبخار واختراعات البخار. يا باني، آسف لأنني لم أصدقك. لا عليك، لقد كنت خائفاً، وهذا ليس عيباً، المهم أن نواجه. لست غاضبة؟ نحن دائماً أصدقاء. أسرع، سنتحرك. إلى أن نلتقي. أتمنى أن لا يحدث. بنجي، أنت حقاً لطيف. أخيراً سوف نعود للحضارة. جدي، جوين. لعك حق، سنعود للحضانة. لا. غريب، أين اختفوا؟ ها؟ قدمي، قدمي راحت. لكن المفاجأة
ستنمو من جديد. لحظة تستحق. مكانك يا سلطاوي. شكة دبوس أو ربما طعنة سيخ. باي باي. صديقنا السلطوي هذا لذيذ مع المقبلات. هذه المهمة لي. لا ابتعدي، أوراقه اللذيذة تناديني. تمزح معي؟ أنا أمسكته، أنا أطبخه. تفاعلاتك الكيميائية لا علاقة لها بالطبخ. سيخ، نار، وهل ألذ من المشاوي؟ أو لحظة، أين ذهب الرجل السلطوي؟ وضعني مكانه وهرب من هنا. أنا سأقتفي أثره وسأفوز به. انسى، مكانه الطبيعي يشيش سلطاتي. واوي. إحساسي أننا خدعنا. يب، خدعنا بالفعل. لحظة، رائحة عفنة. الرائحة هذه رائحة هزيمتكم، تأتيكم برعاية ستينك فلاي، وهناك المزيد منها لكم يا أغبياء. رائحة مشهية. لا لا، أنت تحبين رائحتي؟ فرصة ثانية يا فريزر. إنه الرجل السلطوي ومقاديره تتحول. عجيب، شهاني أكثر. لا، هو لي. خذ السيخ، يلا خذ. ابتعد عن وليمتي، أنا الأفضل هنا، هو لي. من أين لك الثقة؟ مكانه الطبيعي وصفاتي الأسطورية. الأسطورة الوحيدة هنا هو غباؤك. شيش عدوك هو الطبق الوحيد المطلوب. مطلوب؟ ممن وأين ومتى؟ اخرصي، هو لي ولي وحدي فقط. واو شباب، ذكرتموني بطهات المهرجان. أنتم نفس الطهاة. ها، الآن فهمتها. غازاته مليئة بالميثان، والميثان قابل للاشتعال. زملائي، اتفقنا على فلامبي؟ تقارب في وجهات النظر. لا أحد يطبخني، قدركم في قدري. صحيتين. مأكولات بحرية هنا وشفا. فقلت لهم مأكولات بحرية هنا وشفا. هم طهاة، والطهاة يطبخون، وكانوا في الماء. في الكوميديا أنا الأستاذ، صح جوين؟ يا بطني. هل تسمعونني يا جماعة؟ هلو. أكلت أغرب الأطعمة، أنا الفائزة. أكلت كبد حوت بزيت كتكوت، أنا الفائز. الرحمة، المنافسة ليس كل شيء. لن تحتمل أكثر من دقائق. عليك أن تبعد أذرعك عن حفيدي. جدي. جوين، أنت بخير؟ نعم. هي، هذا لي؟ لا، إنه لي، أنا أستخدمه أفضل. بصمة الصوت السرية. أنا أحب حفيدي جداً. أياً كانت هذه الآلة فنظامها كالتابلت. وهذا يعني لو أطلقنا عليها الماء يمكننا شل حركتها. بالضبط، خذي لنبدأ العمل، لدينا الكثير هنا لنفعله. جدي، يرقني حماسك. هل قررت الانسحاب يا فيلسن؟ سمايث، أنا هي التي ستواجهك الآن. تساعدني محاولتك. عليك الاستعداد جيداً للمواجهة يا كيفن 11. 1، 2، 3، الآن. الماء، هذا العملاق لا يمكنه أبدا مقاومة الماء. لا تشتكي وحاول أن تساعدني.
السير للأمام. نحتاج لماء أكثر. سمعت أيها الصغير؟ سمعت جيدا. كيف سنواجه هذا؟ دعونا نتبعه لخزان الماء وسنمنحه حماما لن ينسى. انهارت الأجهزة، أطلق عليهم ليزر، حاول القضاء عليهم بذكائك. لا يمكن، لا نستطيع مواجهتهم. أنا أكرهك فيري فيري ماتش. لا 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 لا، سوف يبتل التابلت، أريد وضعه في الأرز. أرز؟ أرز؟ يس، نجحنا يا جدي. وعرفنا ستيم من المسيطر على المدينة. أجل، أخرج من المدينة ولا تعود. أهذا كيفن؟ كان يعمل مع ستيم سمايث كل هذا الوقت؟ ها، فهمت الآن ما حدث. هذا هو السر في تطور أسلوب ستيم سمايث. كيف تغلبوا علينا؟ لو استطاعت آلتك الصمود أمام الماء لهزمناهم. لا، بل خطتك الفقيرة وجهاز التابلت الوحيد. الدرس الذي تعلمته من كل سنوات العمل، تجهز دائماً بخطة بديلة. أجل، هيا نتخلص منهم. أطلق عليهم الحمام الذي تحدثت عنه. ذكرتني، اسحب تلك الذراع هناك. لا تحاول التدخل في شؤوني مرة أخرى أيها الصغير. أيها الأخطبوط ذو الأذرع الهزيلة، انتهى وقت اللعب. لقد سئمت من كل هذا العبث. سأعرفكم الآن القوة الحقيقية للبخار. هل قلت بخار؟ نعم، قلت ذلك. هذه الآلة عجيبة. ويليام، تعال التقط لنا صورة معها. أخيراً، بعض التقدير. رائعة. سيدي، ستكون هنا الأسبوع القادم. سنقيم حفلاً كبيراً للبخار، ويسعدنا أن تلقي محاضرة عن خبراتك في الفحم والبخار. حقاً؟ سيكون ذلك رائعاً. ستكون محاضرة عبقرية. موافق جداً. اجمعوا كل عشاق البخار، سأعود إليكم. إلى اللقاء. ووهو، كانت مغامرة جديدة ورائعة. وكان تفكيراً عبقرياً أن تستخدم الماء لهزيمة كلوكتوبوس. نعم، عليكما إصلاح التابلت. ما هذا؟ أوه، هيا. الأصوات تتداخل. آسف النغمات القديمة، لن تستطيع التغلب على النغمات الجديدة. الناس تريد الصخب. نغمات شاطئ الضجيج. نغمات صاخبات. أقلامك على قدر أحلامك. صوتك قديم، لحنك قديم، الصوت عندي أقوى. أقوى الألحان. كل أذن تسمع من جهة. الصوت يصدر من هنا. ماذا يحدث هنا؟ هيا بنا لنتحرك بسرعة. اسمع هذه يا بنت. أذناي منزعجتان. انتظر، هيت بلس له أذنان. العرض القادم للشخصيات المهمة. واو، من علمك الحركات؟ شاهدي الآن مواجهة البطل الحقيقي. لنغير النغمة. أنت بخير؟ نعم بخير. حسناً، اجلسي جانباً، فالمواجهة صعبة عليك. اجلس أنت، ربما تتعلم شيئاً من أسلوبي لأنني الأفضل. المهم أن نهزمهما. أجل، ساعدنا حزعين. لننتقل الآن لمرحلة الموسيقى الصاخبة بسرعة العصر.
بهذه السرعة. متشابهان في القوة. لو أخرجت لهم هيومانجوسور لهزمتهم جميعاً. أسمعت هذا يا جدي؟ إليك هذا. المهم أن تسمعني. وتعطياني الإشارة. استعد الآن. لا! أجل. يا قطة أداؤك رائع. لم أقابل تلميذة موهوبة مثلك. جران هات العقد. تهانينا يا جوين. العقد الأصفر قلادة المرحلة التي يصل إليها المتدرب. أنت أسرع متدربة رأيتها وصلت للعقد الأصفر. شككت بمهاراتك. أعتذر منك وقد نكون فريقا الآن. لا لست من مستواي. هل انتهت مهمتنا بالخسارة؟ هل انتهت مهمتنا بالخسارة؟ خسرنا وانتهينا. كوني لنا اسم دي جي سليم ويسكرز أو أم سي هير بول. لا دي جي جوين. ها سأسمع اللحن عندما نعود. لحن القطة. هذا ليس عدلا. أتمنى أن تعترف بأن آلتك مجرد خردة. ماذا؟ أنت فقط تعطل الذي لا مفر منه. صحيح، كل ما أحتاجه للفوز بهذه المبارزة هو الوقت. ما هذا؟ لن تمنعني من الحصول على هذه النقطة الأخيرة. ماذا؟ أوكي، انتهى الوقت. حسناً، افعل ما تحب. سأتعامل معك عندما أعود. سنرى ذلك. ما هذا؟ هذا ما قلته. كيف سيساعدك للفوز في مباراة الليزر؟ بسيط، أليس كذلك؟ اسمح لي، وقت البطولة. لا أحد سيعترض لو قلت إن الوقت بدأ. يجب أن يكون قطاري هنا. ماذا يحدث؟ هذا يمنع انفجارا كبيرا، لكن أحب مساحتي الشخصية. أهذا كل ما عندك؟ أنا آسف، هذه الفرصة وأنت لن تستغلها. سأعترف لسمايث بشيء. إن قطعة الخردة هذه قوية جدا. أنت قوي لكنك بطيء. سأكتشف طريقة للنزول من الداخل. هذه المدخنة ستصل إلى شيء. هيتلا مثل النار. هذا رائع. أو لا، ستكون مشكلة لو انتهى وقتي. دعني لا أفكر في الأمر. الآن لقد وصل. يا أليون احتفظوا بالفحم والتروس في المحرقة. هيا بنا نشعل قطعة الخردة هذه. الآن يجب أن أخرج قبل أن تنفجر. تراجعوا، سوف تنفجر. ليس كما توقعت أن يحدث. عندي مباراة للفوز بها. لقد هزمت أيها الفتى. فائز. يمكن أن تكون ضربت اختراعي الأنيق، ولكنك خسرت فخرك. بن انتظر، ليس عليك القيام بذلك. لا
آلتك الحديثة بنيتها لتسقط. أسرع يا كوين. محركات حرق الفحم في الثورة الصناعية في أي وقت الآن كانت أفضل مراحل تطور المجتمع. أخيراً يرى الجميع كم أنت قليل الشأن حقاً. استمر أيها الطفل، يجب عليك أن تقرأ الباقي. لا أعتقد أن عندك ما يجعلك تفعل شيئاً شريفاً. أنت تخسر. لا أنت تخسر، ستذهب إلى السجن. ماذا؟ لا ابتعد عني، أنا فزت، أنا الفائز. جيد أنك أحضرت الشرطة، ساعدت بن فعلاً. أراك لاحقاً يا عدوي. أسفة لفعلك هذا. سأفعل أي شيء للقبض عليه. هاي أي يمكن صورة؟ ابتسم. هاي امسح هذه. للأسف سوف نشويه. اختراعي. لا بن، الجهاز الغريب يذوب. هذا طبيعي. اسمعني، سينفجر. ها ها. لا إياك أن تدعه. لا. واو، مهرجان حيوانات. عيب عليك، لزوجة. لا أنا أكره اللزوجة. أظنك تعزز الوحش الموجود بداخله. فعلاً أتحفين بفكرة من أفكارك. لن تهزمني أستاذ وحش. أولا جدي بن، علينا إبعاده عن جدي ماكس. هاي وحش، وحوش، وحوش. جوين. أستاذ بشع، تفضل وجبة ساخنة. لم أتخيل أسوأ من أنيمك إنسان إلى أن رأيت حديقة الحيوانات هذه. أنيمو الإنسان؟ أوه بن، علينا تذكيره بشيء يحبه من ماضيه الإنساني. تمام، وما هوايات هذا المتوحش؟ الصورة. سبقتك، توقفي عن هذا. أوكي، لحظات وسأعود. على راحتك جوين. صورة 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 صورة. هيا الحقيني بسرعة. هيا الآن بن. نعم الآن. هيا. انظر لهذه. هذا الطفل. أنت يا دكتور أنيمو، أرجوك نعلم أن بداخلك شخصا أقل شراسة وعدوانية. عاد إنساناً. لا تخدعك إنسانيته أبداً. عن دكتور أنيمو نتحدث. أبو ثيوس أنيمو، أبي أفضل بيطري على الأرض. نظرت حياتي لإحياء تاريخه. اخترعت الأنيميرجر من أجله وأضعت جهدي يا تينيسن. كفى، انتهيت. لم ولن أنتهي، سأعود لأنتقم. أحسنت. يا روتين بسيط في يوميات بطل. يا نسيت، طلبت مساعدة صديق. طيب ما رأيكما، جاهزان لرؤية الحيوانات؟ أو قصص عن الأسماك والأرانب مع ليستر في المكتبة؟ سبقتك، توقف عن هذا. Thank you.
ها؟ اوه مرحى، هذا ما أدعوه بالقوة النارية. أنا مستحيل. حسناً ركز، تخلص من ستيم سمايث ثم من أسماك البيرانة الآلية، وأبقي عينيك على المشهد. ما هذا الذي تفعله يا فتى؟ أظنني بصددي المشهد. مستحيل، أشعر بالنار في معدتي. مسح ناري مثل سفينة مامبي الجميلة، تعمل هذه العربة بالنار، ولا يمكنك أن تهزمني أبداً بحالتك المريضة. وعندما تأكل أسماك البيران الآلية هذه السفينة المقرفة، ستعود سفينة إس مامبي إلى حكم البحار مرة أخرى. طيب، لا أستطيع هزيمته، ولا يمكنني التركيز من غير الإصابة بالدوار. لبعيد، علي أن أنظر لبعيد. لحظة، سفينة مامبي، أسماك البيرانا، النار، قيد فضائي، وجدتها. سأستغل التركيز عند ستيم سمايث ضده. كفى لعبا، لا تعرف متى تتوقف، صحيح؟ لا. بن، إلى أين تذهب؟ ستيم سمايث من هذا الاتجاه. يبدو أن بطلكم ترك السفينة. مستحيل، لم أشعر في حياتي بحال أفضل من هذا. ستصبحون طعاماً للأسماك، أنتم ومعكم الألواح الشمسية الغريبة وهذه التوربينات. ستأكل الأسماك الآلية كل شيء، وستحكم سفينة مامبي الخليج من جديد. عزيزتي، كيف تجرؤ على قيادتها في مسار خطر؟ لا، توقفي، لا تأكليني، لا، تراجعي، اسمعي كلام ماما. اتركني أرجوك. سوري يا سمايث، لكن يبدو عليك أنك متعب. لا، مهلاً مهلاً. هي، ربما تحب المأكولات البحرية. أصمد أصمد، لدي شيء أفضل. أعتقد أنك هزمت. حسناً يا رجل، الخبر السيء أنك ستدخل السجن، والخبر الجيد أنه أجدد سجن في البلاد. لا، سأكتب لك كل يوم يا سيد سمايث. تغلبت أخيراً على دوار البحر يا بن، أحسنت. أكره الاعتراف بهذا، وصفة جوين بالنظر إلى بعيد ناجحة بصورة حرفية ومجازية. آسف يا جدي على إغراق مامبي. لا يهم يا بن، السفينة الآن في القاع لكن ذكراها حاضرة. مثل الفلفل الحار. إلى بعيد يا جدي. انظر إلى بعيد. حان الوقت، اتخذوا مواقعكم. أعمال الأبطال تحتاج لأقوياء. حسناً، أنا، أنت، أنت. ابدأ التحرك. استعد، 3، 2، 1، ابدأ. بداية جيدة، لكن السرعة لابد أن تزيد أكثر. كم تزيد؟ 880 ميلاً في الساعة. ماذا؟ هذا مستحيل. وفر الكلام وانطلق. ما رأيك يا مزعج؟ ماذا؟ أين المزعج؟ كفى عن الثرثرة، هيا هيا هيا. قادمان، ابدأوا الآن. هيا ابدأ يا سايمون. سايمون، ماذا تنتظر؟ هيا تحرك الآن. رسمت صورة بين وأنت وأنا.
أنت رسمتني أطول من بن؟ فنان. ماذا يحدث؟ أحسنت يا جوين. وجدتهم كلهم في المعمل تحت الأرض. فلنسرع. هناك الكثير منهم. أعرف طريقا مختصرا. ممر العبور جاهز. وصلت قفازك برابط متصل بالبوابة. يمكنك التحكم في الأبواب وقتما أردت. هذا رائع. والآن واحد منكم فقط سيأتي معي إلى الدائرة. سيكون أنت يا بن. من؟ بن؟ ولماذا اخترته دوننا؟ لماذا يفوز كل مرة وأنا أفضل منه؟ كيف تعارضني؟ أجل، إنه على حق. كيف تضع ثقتك في مزعج يضايقنا طوال الوقت؟ اهدأ قليلاً. الزعيم بالتأكيد يعرف ما يفعل. اتخذ القرار الصائب. سنرى هذا الآن. هي أعدها إلي. كفى. تثبت المواقف دائماً أن بين وحده أقوى منكم مجتمعين. والآن لن أكرر كلامي. بين، هيا بنا. كنت أعتقد أن القطط تهبط بأقدامها. حسناً، لدينا ضيوف جاءوا بلا دعوة. إذا أردت إثبات كفاءتك، عليك الرحيل معي يا تينيسون. بن، جئنا لنساعدك. ارحلوا، لست بحاجة إليكم. بن، لكني أريده الآن. ماذا؟ كيفن، انهي الأمر. لماذا؟ ما كان علينا إلا إبعادهم جميعا عن الممر. أنت ضعيف. هكذا يتصرف الأبطال الحقيقيون. لما لا نتكلم؟ سنتكلم بعد أن تستمتعي بهذا. لا، باي باي جوين. ماذا جرى لك؟ لا يمكن أن يكون هذا تصرف الذراع اليمنى. أفعل كل شيء بطريقتي. لو لم يحمها بن فسأحميها. أشكرك على مساعدتي. حسناً، أنا لست مثلها. لن تمنعني إذن عن فهم ما يحدث مع بن. بن انضم لفريقي فوريفر نايت. تلك هي المسألة. كيفن، إنه بن. هو أعرف، اعتاد مواجهة فوريفر نايت ولن ينضم له. أراك لاحقاً. انتظري، أنا قادم معك. لدي هدف أيضاً. كل محاولاتي لا تنجح. لأن الفضائيين لا ينتمون لهذا الزمان. ابتعد عن طريقي الآن قبل أن. لقد أنقذت بن. لا تبالغي في الأمر يا جوين، لست هنا من أجله. لدي عمل سأنهيه مع فوريفر نايت. عرفت الآن لماذا لم أختارك أنت. لأنك الخصم الأضعف دائماً أمام بن. لن أتركهما وحدهما. الآن دور راف. الخصم الأضعف، ها؟ أخيراً. خذ هذه يا خاسر. ماكس، أسمعت شيئاً؟ يبدو أن الأنتنة بدأت تعمل. واو، لقد سمعت صوتاً. أو أصواتاً. لا، لا.
متهور. ماذا؟ حصلت على قفازة؟ جوين، فوريفر نايت يتحكم في البوابات عن طريقه. حاولي أن بن، دعيني أرى. تولي أمر البوابات وأنا سألاحق فوريفر نايت. سمني الخصم الأضعف ثانية. لماذا فعلت هذا بي؟ كنت الأفضل في الفريق. كنت الخاسر دائماً. أنا لست خاسراً. هيا، وجدت طريق العودة للحاضر. وين؟ تظنون أنكم قادرون على هزيمة فوريفر نايت؟ ابتعد عن جوين. جوين، تعلقي بيدي. كيفن، تعلق بنا. كيفن، هل تساعد تينيسون؟ أقررت أن تصبح طيباً الآن؟ أنت بالفعل طيب، لست بشخص سيء. انظري، أخطأت فهم الأمر. ماذا؟ المدير كيفن، أنا أكثر مما تظنين. مفاجأة. لا كيفن، لا، نعرف أنك طيب. وفي النهاية كيفن أصبح النجم. تريد أن تكون في الماضي معه؟ سأتركه يفوز هذه المرة. عندما كان فوريفر نايت يلاحقنا في الممر، كاد أن يهزمنا، حتى أصبح كيفن طيباً فجأة وساعدنا. أفهمك يا بن، لكنك كنت مخطئاً. لا تبتعد ثانية، مهما كانت المشكلة سنواجهها معاً. أعرف يا جوان، عائلتنا رمز قوتنا. نعم، لحظة، فين؟ ناديني عمو فين، أصبحت عضواً في العائلة. شرفت العائلة يا عمو. عليكم أن تهربوا. واو، لقد أقنعتهم بالأمر. ابتعد يا جري ماتر، هناك فضائي عبقري جديد. كيف الحال؟ سيء، لا يهتمون سوى بالتيشيرتات والدبابيس. واو، حقائب. وأيضاً الحقائب، كنت محقاً، لا يهتم الناس سوى بالهدايا اللامعة وليس بالمنطق. طيب، أقنعت رجال زومبوزو بعدم سرقة بنك، جربي. أنت يا زومبو هيد، لما لا تخبرنا عن خطتك الاقتصادية الخاصة بسليبي تاون؟ نعم، ماذا لديك الآن يا زومبوزو؟ من يحتاج إلى الاقتصاد حينما يكون لديه دبابيس؟ أعطيتنا دبابيس بالفعل. نعم، أخبرنا عن خططك. خطط؟ لست بحاجة إلى خطط. ليست لديك خطط؟ يبدو أن أحدهم لم يتخرج من كلية المهرجين. هل تهتم فعلاً بالتعليم؟ أحرجتك. التعليم؟ يا لك من طفلة مملة. من يحب الواجب المدرسي؟ أتعلمين؟ لديه وجهة نظر. أحب الواجب المدرسي. لا أحد يكترث يا دودة الكتب. هاي، دعها وشأنها. أنا كول، لكن التعليم أمر مهم. وانظروا، إنه يرقي بالقاذورات. كيف سينظف الشوارع إذا كان هو من يوسخها؟ وبالحديث عن البيئة، أشعلت النار في تلك الشجرة بألعابك النارية. هاي، الشجرة الوحيدة. وماذا عن النظام والقانون؟ مساعدوه يسرقون البنك الآن. مهلا، ماذا؟ لما لا تشرح هذا يا زومبوزو؟ أين أتباعي؟ رسالة، وجه غاضب، وجه غاضب، نار، مال، المكسيك، استقالوا؟ طيب يا زومبوزو، ما الذي لديك لتقوله لأهل سليبي تاون؟ حسناً، حان الوقت لعقد مناظرة على طريقة زومبوزو. حان دوري. لا تزال هذه جديدة. بن بحاجة إلى المساعدة. هنا، خذي هذه. دعنا نلبس زومبوزو شيئاً أكثر راحة. آه،
المهرج الجيد يعرف متى ينصرف. لما لا تتحرك؟ ما الذي يفعله؟ أوه، استعرت قطع الغيار الخاصة بشاحنته. هيا يا صديقي، إنها ضحكتك الأخيرة. طيب، ركبنا جهاز الاشتعال، سنغادر. ماذا؟ لا ترحلوا، نحتاجكم هنا في سليبي تاون، نحتاج لقائد. أنا سأتولى الأمر، أجيد التحدث الآن. إذا أمنتم بأنفسكم ستفعلون أي شيء. لا أقصد كل شيء بل الكثير. عموما يمكن أن تتعاونوا معا وسوف تحققوا شيئا أكبر، مثل تلك الحلقة في سومو سلامر عندما اندمجوا في ذلك السومو الخارق الذي لديه أسلحة ليزر. يمكنكم فعل ذلك، يمكنكم أن تصبحوا سومو سليبي تاون. بعد التفكير سنكون بخير وحدنا. المنطق، كما فعلت مع مساعدي زومبوزو. هيا يا حفيدي. نعم، تريد ملاحقة هؤلاء؟ لا، سنلاحقهم لاحقا. أتساءل إلى أين هرب. مقعد واحد، والآن تابعني. مرحبا بن. كليتش انطلق، أريد اللحاقة بلاجرانج. لا، انتهيت لتوي من سباق طويل بقيادة آلية. أنا في استراحة. ماذا؟ تعرف، توصيل البشر إلى أماكنهم صعب. أظنكما تتخيلان التعب. حسناً، سأجلس بجوارك. كيفن، إذا دفعت الراست باجي سنلحق بلاجرانج في دقائق. حسناً. واو واو واو، ادفع للأمام. واثق أنك تسيطر على هذا الشيء. لحسن حظكما استطعت الوصول إلى موقع لاجرانج بواسطة مهاراتي. يبدو أنه متجه إلى اليابان. رائع، هيا بنا. أي طلبات أخرى؟ أظنك تعرفين بأي يوم نحن. يوم الأحد. أجل، أجل، الشعور بالقوة رائع، بقوة سرعة الشغل في المحرك. سأحطم غطم الأرض القياسي. زيارة الأولى لفرنسا. هذا رائع، أشعر بالسعادة. ماذا الآن؟ نرقص على الموسيقى. أجل، سرعة 1000 حصان، السيارة المثالية، انطلاقة الخيال. السرعة ثم السرعة ثم السرعة. مفاجأة المفاجآت. ماذا حدث لك؟ لا، ماذا؟ لا 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 لا، كنت قريبا جدا. ستندم على ما فعلته باستخدام قوتي. هذا كل ما يهمك بعد أن أفسد كل هذه الأشياء؟ وماذا عنك؟ كل ما يهمك هو التيشيرت. ماذا؟ لا، حسنا، ربما. ها، دبابيس بشكل حيوانات لطيفة. اليوم يزداد جمالا كل لحظة. دبوس القطة. حسنا، وصلنا المدينة، يمكننا القبض عليه. أشغل موسيقى المطاردات؟ لا. ألا يمكن لسلحفاتك أن تسرع؟ أنتما الاثنان تعطلان وصولي للمجد. أجل، وسنعطل سيارتك أيضا. اقتربنا جدا، اقذفني. هو الذي قذفك. قضيت على لاجرانج بيد واحدة. حسناً مستر لاجرانجي. اسمي لاجرانج. لا يهم، تسببت في خسائر بقيمة 3 ملايين في 5 دول مختلفة، وأضررت بنصف مواقع التراث العالمي، وأفسدت حفل الشاي في الحديقة اليابانية. كل هذا مقابل بسيط لتسجيل أقصى سرعة على سطح الأرض. أجل أجل، قل هذا الكلام في المحكمة. دبوس أفسد الإطار، عبقرية. أشكرك. معذرة. حسناً كيفن، أوقفنا لاجرانج واستعدنا كرامتك المهدورة. أظن أنك تدين لي بالتيشيرت. كما اتفقنا. يهي!
سوري. اسحب إصبعي. كل هذه الأذرع مشغولة. ألا يمكن للماكسز بعض الريلاكسن؟ الأرجح له، عقله منقسم على كل هذه الأجساد. علينا إيجاد عصابة الحشرات بسرعة. تسلق 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 تسلق. أها، ها هو في الوضعية المثالية للاصطياد. أوه، ها هم. سأعالج المشكلة واهتم بالسبب. أوكي، إلى اللقاء. اسحب إصبعي. بسرعة يا سيدني، أعطيني الجهاز. مكانك، استعد. مهلا، ماذا؟ هناك مشكلة ما بالهدف، يبدو قريبا جدا. ماذا فعلتما بجدي؟ ما سأفعله بك تماما، نسخ وتضعيف. أحسنت بن، ترى لدينا مزيد من الماكس، انتبه. يلا يلا يلا، الماكسز يكادون يقلدون ستينج فلاي. أهرب لو أردت، لكنك لن تفلت من الري. سأنسخ جيشا لأمسك بك، وأنسخك لتمسك بالجيوش، ثم أنسخ العالم كله. بيسي بيسي بيسي، سمعت هذا؟ الأحمق قال كلما كثروا أصبحوا أكثر غباء. إذن إذا قطعنا النسخ نعيد جد الأصلية إلى 100%، لكن كيف؟ هيا اطرح السؤال يصلك الجواب. نطحنهم إلى غبار حتى يبقى الأصلي، ولا أسهل. كانون بولت بول. الآن لما لا تختفي بن؟ أجل يا جوين، لا يمكنني طحن أجدادي، ساعدني. أجل أمسكي. لا يمكنني طحنهم بعصا، إنهم جدي. أعلم، تريدون المزيد من السناكس؟ تعالوا إليها. حسناً، بقي أنتما الاثنان. إذن من الأصلي منكما؟ أعرف، سأساعدك، سأقضي على الأخير. هل نحاول ونوقف هذا؟ سأساعدك. جدي! هذا مؤلم. جدي! سأعطس غبار جدي لأسبوع كامل. طيب يا سيدني، لقد دمروا كل نسخي وكسروا الري. أنا آسف، ولكن عاد وقت الحفر. لا أبدا، جاء دوركم الآن. لم تنتهي منا بعد، سنجد ملعقة أخرى. لو أخذت جهاز الري من عصابة الحشرات لكنت نسخت الفضائيين 10 إلى 100، وسيقومون بمهامي بينما أتنزه وأسبح وأتسلق. حتى لم تحسبها صح، ستحصل على 1000 فضائي. لكن هناك بن واحد وهو الأفضل ليقوم بمهام بن، وأنا عدت لأكون جيم ألف الوحيد. ها؟ جدكم الأصلي. متأكد أننا قضينا على كل النسخ؟ ألو بن، رأينا لاجرانج يتسابق مع شخص آخر. أنتما تحبطان أفكاري المسلية. أجل، تقريبا تقابلنا منذ قليل. أكانوا يعبرون من قرية صغيرة؟ أظنهم متجهين نحو السور. هذا صحيح، لاجرانج قال سيعبران حول القرية قبل القفزة باتجاه المنحدر وفوق السور. يمكنني اللحاق بهما عند عودتهما. لحظة، أقلت منحدرا؟ أجل بن، المنحدر لن يحتمل كل الثقل. لو حاولوا القفز سيصدمون ويحطمون الجدار. الناس هنا سوف تتأذى. سأبعد الناس عن السور، ولكن يجب عليك إيقافهم. أهلا بعودة لاجرانج، أخيرا سباق حقيقي. لا بد من إبعادك. الطريق مغلق. ها، بسيطة، مستحيل إيقافنا الآن. أراك على خير. بن اسمعني، ليس هناك وقت لي. هل أنت بخير؟
المخادع خدعني مرة أخرى. أنا غاضب وسأحطم كل سيارة ليس سيارتي طبعاً. فلتهدأ يا فين، ليس لدينا وقت. لاجرانج سيحطم الصورة ويؤذي الناس، أرجوك ساعدني لنوقفه. لاجرانج لا يستحق أن يكون من أسرتك. حسناً، أنت تلعب على موضوع حبي للأسرة لأساعدك، لكن لعبتها صح. مش معقول، صدق كلام الأسرة. مستحيل، علينا الاقتراب منه أكثر. فين، أريد دعماً أسرياً أرجوك. الولد المزعج وأبو عضلات، حان وقت السباق الحقيقي، والآن قوة النيترو الممنوعة. ابتعد كثيراً، لن نمسكه. سوف يدفعني للشر. أنوار ليلية، الأنوار الليلية ستشعره بالنعاس. تمسك يا صغير. أنا أشم رائحة الفوز، قفزتي ستكون أسطورية. لاجرانج، لحقوني، لكن كيف؟ نتقابل بعد الفوز يا شباب. سامحني يا صغير، لكن السيارة لن تحتمل. يجب أن نجد طريقة لإبطائه أو اللحاق به. لحظة، فين؟ النايترو، ألديك عبوة ثانية؟ نعم، لكن مستحيل، ستنفجر السيارة. أنا لن أنفجر، هات العبوة. تفضل يا أخي. ما هذا؟ ماذا تفعل؟ لقد كنت على وشك القفز. لا تخف، لدي فكرة. جدي، جوين، فاتكم الكثير. قضيت على لاجرانج، ركبت سيارة فين، وطرت أيضاً على عبوة نايترو، وأعتقد أنني تقريباً أنقذت الجميع. لن تتعلم الدرس أبداً يا بان. لما؟ يا ولد، لقد كنت شجاعاً. قلت أنا الشجاع؟ قال كنت يا بان، يعني في الماضي. وأن لديك أسرة رائعة. شكراً، كلام غريب من شخص أغرب، لكن أشكرك. والآن حان وقت تسليم المخادع للشرطة. سلام. واو، فعلاً يعمل بخدمة المجتمع. كول، مش معقول. لنكمل إصلاح الشاحنة ونأكل الفطائر، أنا جائع. أوه، أقود أنا؟ عمرك 10. لكني أقود دائماً. أجل، وأنت فضائي. يقول سايمون أنتم غبيات. أوه مان. الشكل القديم بشع جداً. هيكس، تعال وأخرجني من خدم. رائع يا صديقي العزيز، إنها لعبتي الغبية وأريد أخذها. لكن سايمون، أنت لا تحب السومو. أنا لا أحبك، أنت محتال. بيلي هو المحتال، هو طفل شقي مدلل يفعل أي شيء ليحصل على ما يريد. مثلك؟ أنا فعلاً محتال. اسمع يا سايمون، كنت فعلاً آسف لمقاطعة خطابك يا تينيسون، لكن علي شراء هذه اللعبة. رائع جداً، الآن أنا أستحق هذا. أنت مختال كبير. أريد استعادة لعبتي. أنت لا تحب مجموعة السومو. أريد اللعبة. يهو، يا فتى الروبوت، نحن نقدر ما تفعله لتستمتع، لكن كن أكثر رفقاً بالبضاعة. شكراً، وأتمنى أن بالشراء من بيكي بوكس. علي إيقاف هذا قبل أن يتأذى أحدهم. سقوطاً سعيداً يا صديق. أضحك نفسي أحياناً. ثلاجة بحجم طابقين؟ أنا أحتاجها لتماثيل الجليدية. سايمون، لا، لا تؤذه، لا تكن مثل بيلي أو مثلي. لا يمكن لأحد أن يكون مثلي، أنا واحد في البليون. والآن أترك لعبتي يا تينيسون. أوه لا، أحتاج لشيء قوي. Thank you.
رائع! يمكن التعود على هذا. بسيطة يا تينيسن، الشكر لي. أوه، هيا. هيا نباتات، قومي بعملك. وين؟ لا أستطيع الصمود أكثر، أخرج الجميع. سايمون ساعده لنستطيع الذهاب. أنت صديق حقيقي. أعرف، هل تعلمت شيئاً؟ تعلمت. إن للنباتات مشاعر، أخشى أن يغضب مني العشب. لن أقفز على الأزهار مجدداً. أتمنى أنك قد تعلمت، وهو أني أفوز دائماً. هذه على بطاقتي الشرائية. أنا آسف يا سيدي، أنت خالفت قواعد وقوانين الشراء، لذا تم إبطال عضوياتك. ماذا؟ فترة التخفيضات انتهت، ستعود اللعبة إلى الخزنة حتى العام المقبل. لا أصدق ما فعلت بي يا تينيسن. أريد لعبتي، أريد لعبتي، أريد لعبتي. آسف أنك لم تحصل على اللعبة، أعرف أنك أردتها. لا يهم، لا يمكن شراء السعادة، صحيح جدي؟ ماذا قلت؟ بان، سيطر على سلاب باك. اسمهم ليس سلاب باك. لا أعرف، بضرب واحد يشتق الآخر، حيرتني بالفعل. ربما علينا التصويت حالاً، الكل في الصف. كلنا. وسلاب باك أيضاً. كلنا. أنا معجب، وأنا أيضاً. سأستقل بنفسي. خائن. لا شيء يهزمني. لا أستطيع الارتفاع. مستعد لقضاء الصيف كله معنا؟ تسألينني؟ أفضل فكرة للصيف. لابد من تخفيف الوزن. أوه لا، نحن في خطر. صغيراي انتبها. لا أرى شيئاً. المرة الوحيدة التي استعددت فيها لهؤلاء التنسين تضيع أيضاً. يا لحظي الرديء. لا أظن أن هذا هو الوقت المناسب لتبادل النكات السخيفة. عائلة واحدة فقط هي التي تجرؤ على هذا الهجوم التكنولوجي. يا رجال، جهزوا المدافع، سنهاجم فوراً. أظن أن علينا تجهيز المنطاد فوراً. لا تخف، تذكر مغامراتنا. حسناً، هل عرفتم الآن لماذا هي فكرة سيئة أن تلعب داخل الطائرات أثناء تجربها؟ أجل، سوف يكون أفضل بكثير لو تحكمتم في الرفاق. يبدو أننا أسأنا التصرف. أجل، انتظرت لخمسة أيام، ماذا عن نصف يوم؟ فليتوقف اللعب حتى نرسو على أرض صلبة. علم وينفذ. من الأفضل أنه عاد تجميعي مرة أخرى. يسعدني أن أراك على بعضك ثانية. توقفي فوراً، لا نريد سلاب باك جديداً. هذا هو مشهدي المفضل، الأشياء تعود لطبيعتها. ماكس، احترس. هجوم بالمدافع، من يهاجم الفن والجمال بنيران المدفع؟ وأعتقد أنني أعرف من فعلها. هجوم، أطلقوا المدافع. من منكم أيها الرفاق يريد أن يقوم بالدفاع؟ بان! أوه مهلاً، سينتصرون إن لم نهاجم؟ الفضائيون الأصليون يخرجون. أطلقوا الكرات المشتعلة، سنمحوهم من الفضاء تماماً. القوات تنطلق من القاعدة. بوتس بليتس، ها أقصد، ها لقد وقعت في الفخ. أنت الآن بين مخالب الأسد يا أحمق. سوف أحقق انتصارا ساحقا هذه المرة. انتبه لنفسك. هلي هو
اللعنة على آل تينيسون! هل لديكم أي فكرة كم كلفنا الاستعداد لكم؟ انتصرنا عليهم بسرعة. بن، لقد كنت مذهلاً. لكي ننتصر يجب أن نتحلى بالشجاعة ونحكم خطتنا، لذلك استخدمت فضائياً قديماً. واو بن، هذا يعجبني جداً. الحقيقة سأعترف لك، هذه الطائرة مذهلة. أجل. حسناً، أين تحبان الذهاب؟ في الواقع أريد العودة إلى الأرض لإعادة ضبط الكوبتر وأيضاً لإزالة آثار هجوم المدفع. فلنعد. لقد فزتم بجولة تينيسون، لكن المعركة التي بيننا لم تنتهي بعد. ليس بهذه السرعة أيها الساحر. تريد مبارزتي إذن؟ يجب علي ارتداء الزي المناسب. كيف تفعل ذلك؟ وصفة الملك كانت المادة الوحيدة اللزجة المناسبة لصنع آلاف الإنفستويد التي تتكاثر باستمرار. يمكن للإنفستويد أن تتخذ أي شكل آمرها به، ومعها يمكن للدخول إلى أي خزنة في العالم. ذهب، يقود، مرجان، كلها لي. نرى إن كانت تستطيع البان كيك مساعدتك في هذا. لم تفهم الأمر بعد. لا يهمني كم مرة تقوم بتقطيعي، فالمزيد من الإنفستويد ستأخذ مكانها ولن يوقفني أحد. أترى ذلك الآن؟ مورد لا ينتهي من البانكيك، يعني مورد لا ينتهي من القوة. ليس انقطعنا عنك هذا المورد. جدي، الأنبوب، أحضر الأنبوب. جدي، اقطع، اقطع الأنبوب. الأنبوب، العار. الإنفستويد أصبحت بطيئة. سيدني، قطعنا الإمدادات. تمام، حان وقت الطبخ إذن. يبدو أن الجلاد يعاني من مشكلة. إن لم يستمر بالأكل سيخرج بالتأكيد من المسابقة. يبدو أن الملك برانش سيخرج من حياته إذا وصل إليه ساحر البانكيك. انتهى الأمر يا موريس. آسف، ليس لدي وقت للعب معك. جيد، لأنني لست هنا كي ألعب، أنا هنا لأقضي عليك. أوه، مذهل. هل ستستسلم بهدوء؟ أبداً. خذ هذه. لا تقترب يا تينيسون إلا إذا أردت الملك برانش المسكين أن ينتهي أمره. افعل ما يطلبه، أرجوك. طيب موريس، أمره. هذا صحيح، أنا الملك الآن. اركع يا تينيسون، اركع أمام الماء. يبدو أن الجلاد يرفض أكل المزيد من البانكيك. أظنك محقاً، سنشهد نهاية المنافسة. الجلاد مذعور أمام منظر البانكيك. ما الأمر يا سيدني؟ ألا تحب البانكيك؟ الجلاد خرج من المسابقة. المتهمة فازت باللقب. ذلك المغفل لا يفعل شيئاً كما يجب. لا يهم، كل ما أريده هو الوصفة، وحينها سأصنع البانكيك كما أريد. افتح الصندوق. هيا فكر بسرعة، ماذا يمكن لفارس في الأفلام التاريخية أن يفعل في لحظة مثل هذه؟ بينجو. أخيراً. خذ أيها الحشرة. عاد قصر البانكيك العزيز ليكون آمناً مجدداً بفضل بطلين رائعين. ألم تستطع أكل قطعة بانكيك واحدة؟ ما مشكلتك؟ لا أريد رؤية أي كعكة بانكيك أبداً. كان هذا رائعاً يا صغيري، وكما قال بارغ رائع. أوكي، اختارت جوين هذا المكان وسأختار التالي. هذا عدل. بن، لا. تقرير القبطان، بعد مهمة ناجحة في كوكب البانكيك، الآن سأتناول وجبة لذيذة. الوافل. شكراً، لم يكن بإمكاني تركك دون مكافأة. ألا تريدين منها؟ إنها مقرفة. ماذا؟ الوافل رائعة، تحوي على ما يحتاجه الإفطار. لقد تناولت أكثر من 100 بانكيك. وليس لديك متسع لقضبة صغيرة من الوافل اللذيذة وتسمين نفسك بطلة؟